السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بإذن الله محاضرة النهاردة عن بايو فارماسيوتكس اند فارماكوكايناتكس ليكتشر نمبر 7، هنتكلم فيها بإذن الرحمن عن البايو افايلابيلتي. احنا كنا اصلا بنتكلم عن ايه المادة الكيميكال كاع اللي مطلع لنا ديت؟ بتتكلم عن ايه؟ تتكلم على الافايلابيلتي وازاي الدراج. بص هي دي بصفة مينلي ليها علاقة بايه؟ ليها علاقة بالدراج. انت دلوقتي خلاص مالناش دعوة بقى بالفارما، مثلا بتركز في الميكانيزم اوف اكشنز وازاي بتديك الافكت والكلام ده كله. الميديسينال بتركز لك ازاي في الاستراكشر تديك ان هو تمسك في الريسبتورز وتغير لك في الاستراكشر. الفارماكوكايناتكس او البايوفارماسيوتكس ديت بصراحه بتركز في ايه؟ بتركز بقى دلوقتي الدواء لما يخش رحله الدواء، بتحكي كده كانك بالظبط كانك ايه هنا القاهره، يلا رحلة المطار بعد بصلاة سلام بعد 10 دقائق، كأنك قاعد في المطار. الدواء من أول ما يخش جوه جسمك لحد ما يحصل له إليمينيشن خالص ويطلع بره جسمك، خلاص إكسكيوشن، سواء بقى رينال هيباتيك سواء أي تنجان، يبقى بصلاة سلام ده بتتكلم المادة دي. يعني المادة دي ماسكة، لو أنت عندك تابلتس كده بصلاة النبي عليها بصلاة سلام حباية، خلاص هي دي مينلي كونسنتريتد على الدواء، سواء أنت تاخده تابلت هتاخده كبسول هتاخده أي في إنجكشن، أيا كان بصلاة سلام هي معتمدة عليه. السيوتكس وجعت دماغنا في الايه، في الدوزج فورم بقى بتاعتها السسبنشن والاورال وبلا بلا بلا والبتنجان ده كله بالصلصه. اما دي ليها علاقه بالحركيه، ليها علاقه بين اول ما الدواء دخل من بقك او دخل بالحقنه او دخل بالستام توبيكال او دخل باي طريق. تمام، طيب ان شاء الله باذن الله محاضره النهارده هتلاقيها محاضره لذيذه وسهله باذن الرحمن، بس محتاجه تركيز قوي ومش محتاجه حد مبصمك. لو انت قعدت تحفظ من هنا للصبح صدقني ما هتعرف تحل اي سؤال. نصيحه مني في الماده دي عشان الواحد يتقص منها ربنا المستعان، فبصراحه بلاش 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 نبصمك نهائي، ان نفهم، نحاول كده نفهم مع بعض باذن الله، الموضوع يكون بسيط. بس قبل ما نبدا احب نقول دعاء مذاكره زي ما احنا متعودين. اللهم اني اسالك في النبيين وحفظ المرسلين وملائكه المقربين ان تجعل قلوبنا مليئه بذكرك وخشيتك، انك على كل شيء قدير وحسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا الله. اللهم اني استودعك ما قرات وما فهمت وما حفظت وما احفظ وما افهم وما نطقت وما سمعت وما كتبت وما نطقت، فردوا لي حين الحاجه اليه وردوا لي ما العرض عليك، استودعكم الله الذي لا يسقطي ودائعه. يلا بسم الله. ده الفولنتير بتاعي، الشخص دوت هنسميه حموكشة، ده بالصلاه الفولنتير بتاعي طول المحاضره. تمام، ده اللي هنعمل عليه كل التجارب بتاعتنا. طيب جميل، ايه بقى من اسم المحاضره؟ انا هتكلم على ايه؟ بايو افايلابيلتي او بايو ايكويفالنت. يعني ايه بايو افايلابيلتي؟ احنا مين اللي كونسنتريتد في المحاضره ديت على البايو افايلابيلتي؟ ان شاء الله باذن المحاضره الجايه هناخد بقى الاساي بتاع البايو ايكويفالنت وازاي بنعملها والحوارات دي كلها. تمام، طيب احنا سيكونس، انا عايزه ما امشي يعني سيكونس مختلف، عايزه اديك الانترو دي مهمه جدا 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 تفهمها، بعد كده نرجع للسلايد ان شاء الله باذن الله لو في بوينت نسيتها نقوم ايه نشرحها مع بعض باذن الرحمن. وسيدي صلى الله النبي عليه وسلم، حموكشة ده عنده مرض معين ربنا يشفيه يا رب ويعافيه بحق لا اله الا الله، فخد التابلت او خد الاي في او خد حاجه توبيكال اي كان. هخليها مثلا ناخد الاورال تابلت، خدها وقام اول ما دخلت جوه بقه قامت راحت جاي فضلت تمشي 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 عن طريق الاسفوجاس بلا 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 لحد ما راحت عندي بصاصه من الايه للاستومك بتاعته، ومن الاستومك قعد شويه يتكسر بالاسيدك ومش عارف ايه، وبعد كده راحت للسمول انتستن وشويه حصل لهم ابزوربشن وشويه مش حصل لهم ابزوربشن، المهم البلاد سبلاي بتاعته والبلاد ستريم اللي ماشي فيها بصاصه وصل ليها كميه معينه. هو مثلا واخد 100 مللي جرام، 100 مللي جرام من الدرج، هو وصل له في الدم بعد كل الهلومه دي مثلا وليكن 70 مللي جرام، يعني هو فقد 30 مللي جرام بالصلاه والسلام بقى في الاستومك ومن بقى الفيرست باس واي. ايه هو اصلا الفيرست باس واي؟ بص ركز قوي قوي قوي، هل الفيرست باس واي ده معناها ده معناها اللي حصل لي ديجراديشنز للدرج في الليفر؟ احنا كلنا عارفين اللي هي بتاعه الليفر، هل اونلي الليفر؟ لو قال لك اونلي يبقى غلط. ليه؟ ليه ممكن يحصل لك ديجراديشن في السلايفر او نتيجه الايه؟ نتيجه الشوينج بتاع الجو بتاعنا بالصلاه والسلام اللي هو الندغ اللي ممكن تدغدغ الدوافع يحصل لك برضه لوزنج، ممكن نتيجه الميوكس ميمبرين، ممكن لو انت عندك انفليميشنز او عندك انفكشنز في التركيه والحوارات دي بصراحه الميوكس الدواء يلزق فيها، فطبعا كل ده بتعمل لوز. يبقى احنا دلوقتي بصراحه بنفتكر كده ان الدراج دوت، وعارف بالظبط فكره ايه؟ انت مثلا معاك كوبايه ميه، افتكر كده معاك كوبايه ميه مليانه على الاخر، مليانه على الاخر، ف وانت بصراحه عايز مثلا توديها من الصاله وباباك في الاوضه، فانت عايز تودي له كوبايه الميه ديت وانت ماشي بليمت معين. طيب انت بصراحه لو انت الكوبايه بتاعتك ايدك بترتعش، فانت كل شويه هتفضل توقع 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 لحد ما توصل لبابا نص الكوبايه ما فاضي مثلا والنص التاني مليان، قبعها فاضي والنص التلات ارباع التاني مليان، او العكس الربع هو اللي مليان والتلات ارباع التاني فاضي، وباباك طبعا يشتمك ويهزقك.
ماشي. اما بقى وصاصا لو انت عايز بقى لو انت بقى رحت لبابا بكوبايه كامله كلها فل على الاخر، هيكون شايلك على دماغه طبعا ويكون مبسوط منك ان انت بصاصا ما وقعتش اي حاجه، تمام. فنفس الفكره بالظبط ده بالنسبه للايه للدراج، خلاص. طيب يبقى انا بصاصا الباي افيلابيلتي معناها ايه؟ بايو يعني حيوي، افيلابل يعني متاح، يعني المتاحه الحيويه، يعني الدواء متاح فين؟ قد ايه؟ في الفينس، في السيستماتيك سيركيليشن، ده اول ديفينيشن عندي. يبقى بصاصا قد ايه؟ طب شبهتك في ايه؟ مش فكرتك بالاف؟ فاكر الاف اللي احنا خدناها من الاول خالص بس في المحاضرات؟ الاف دي بصراحه عباره عن ايه؟ هي الاماونت اوف ابزوربت على الدراج، خلاص. دي نسبه، نسبه ايه؟ كميه اللي حصل لها ابزوربشن على الدوز. انا عايزه بصراحه اعرف مجموعك قد ايه في الثانويه العامه، فبتجيب مجموعك على مجموع التوتالي وتضربه في الميه، ده لو عايزه اجيب برسنت. طب لو بصيت انا عايزه اعرف بقى النسبه بتاعك على المجموع الكلي بصراحه بس، يبقى دي كده الايه شبه الايه الباي افوربيلتي، كاني بالظبط بقول الاف، افتكرها كده، تمام. طيب جميل جدا بصراحه، ده اول ايه ديفينيشن عندي، وعرفنا الاتاحه، وهنقول لك بقى هي ايه الفاكتور بتاعته بتاثر ومش عارف ايه وكده. طب مين اللي باي افيلابيلتي بتاعته بتبقى 100%؟ اكيد مين؟ اكيد الاي في بايولوجيك، حاجه منطقيه جدا، انت خدت على طول بالظبط انا سامر الدواء دخلته على طول في الاي في. نرجع تاني النقطه بتاعت الفيرست باس واي، ده مش اونلي ليفر، احنا اتفقنا ان مش شرط بس الليفر اللي يحصل له ديجريديشن للدراج فيه او يحصل فيه لوس، لا، الفيرست ديجريديشن اسمها فيرست ديجريديشن فيرست باس، يعني ايه؟ يعني اول لفه، يعني بالظبط من الدواء دلوقتي هيخش، يخش جوه الاستومك، وهوريك فيديو ان شاء الله باذن الله، هيخش جوه الاستومك يحصل له بالظبط ديجريديشن شويه، بعد كده يروح للانتستين، بعد كده يحصل له ابزوربشن، بعد كده يروح يلف لفه كبيره، وبعد كده بالصلاه من اللفه الاولانيه دي هيحصل شويه لوز اللي هي بقى من الابزوربشن بلا 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 والحاجات دي بالصلاه، لحد ما يوصل للبلط. او ما يوصل للبلط كده بالصلاه انا ايه كده بالصلاه خلاص الفيرست باس بتاعي. في اي حاجه بتكسر لك في الفيرست باس في اول لفه للدواء، يعني بالصلاه انت مثلا باباك طلب منك كوبايه ميه، ولكن بالاسف هتضطر تلف ايه مليت كوبايه، وبالصلاه هتلف لفه هتروح له مثلا الاوضه، وبعد كده ترجع تاني، وبعد كده تروح له تاني، كانها لعبه خلاص. فبصراحه الكميه في الاخر هي دي الاي باي افيلابيلتي بتاعتي، اوكي. ده بالنسبه بصراحه للديفينيشنز بتاع الافيلابيلتي، واظن ان هو ده واضح. وطبعا الباي افيلابيلتي ده نوت اول ذا ساينس، ده مش كل الساينس بتاع الفارماكوكيناتكس، يعني في ساينس كتيره جدا، انت اصلا عامه كل ما تتبحر في كل ما تبحر في العلم بتلاقيه علم واسع وكبير واكتر وهكذا. طيب ايه طب مين بقى اللي اكتشف الباي افيلابيلتي وايه قصته بتاعته؟ واحد اسمه اوزر ده في 1945، ده اول واحد اتكلم عنها. ده بيتكلم عنها ازاي؟ قال لي والله جاب بصراحه مالتي فيتامينز كذا فيتامين، مثلا فيتامين اي، فيتامين بي، فيتامين كي، ايا كان بصراحه سلام. وبعد كده بصراحه سلام ام جي ايه ووحد الكونسنتريشنز واداهم للفولنتير، وبعد كده لقى اللي ايه لقى قعد بقى يقيس البلازما كونسنتريشن بتاعنا احنا عارفينه اللي هو بصراحه سلام الكميه بتاعت الاماونت في ديفرنت كونسنتريشن اوف تايم، ديفرنت تايم يعني ديفرنت ليفل اوف تايم. وبعد كده بصراحه لقى اللي في عندي ايه، لقى عندي في اختلاف في الكونسنتريشن. فمن هنا استنتج ان اتاحيه الدواء في الدم بتختلف من شخص لشخص، بتختلف على بالظبط على حسب كذا فاكتورز عندي، خلاص. اهم حاجه دي كميه الايه الابزوربشن، طبعا بتختلف على حسب الغوت اوف ابزوربشن اند سو اون، خلاص. طيب جميل بالظبط، النبي عليه الصلاه والسلام. طيب كنا بنسمي الباي افيلابيلتي، هو ساعتها ايام زمان خالص سموه الفسيولوجيكال افيلابل، هي هي بايو، بايو يعني ايه؟ يعني حيوي، يعني حاجه جوه الجسم. فيسيولوجيكال يعني ايه؟ حاجه فيسيولوجيه جوه جسم، يعني حاجه برضو بايو. فبس بدل ما يقولوا لسه يقعد يقول لك فيسيولوجيكال افيلابل، لا قال لك بايو افيلابيلتي ايه على طول، بحيث ان هو بس ممكن برضو بعد كده قال لك بايو بايولوجيكال، بعد كده قال لك بايو ايه، يعني كل مره بحب يلخص الاسم وبس يختصره بمعنى اصح عشان ما نقعدش نرغي كتير وهكذا، تمام. طيب ما علينا، حلو قوي كده احنا عرفنا ان ايه بايو افيلابيلتي. طب واتس مينينج بقى اوف بايو ايكويفالنت؟ بص يا سيدي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، بايو يعني حيوي، ايكويفالنت يعني ايه؟ يعني متكافئ. يعني ايه؟ يعني دلوقتي بالصلاه والسلام انا مثلا عامله مسابقه، خلاص، عامله بقى كومبيتيشن ما بين تو تيم، اوكي. ينفع اجيب تيم في عجائز ناس كبيره وعواجيز ومش عارف ايه، والتيم التاني يكون شيلدرن كلهم وناس بقى بصراحه صغيره، وبصراحه التيم التالت مثلا بصراحه يبقى كله شباب ومش عارف ايه، واقعد اقول لك لا انا هلعب كوره بقى ما بين العجائز الكبار اللي بيمشوا بالعكاكيز مع الاطفال الصغننه مع الشباب بقى اللي صحتهم بومب وهكذا بصراحه نفس الكلام، ينفع؟ لا طبعا. بايو ايكويفالنت يعني بصراحه انا بقول لك متكافئ حيويا، يعني الاثنين متكافئين مع بعض. طب انا ليه اصلا احتاج اعمل بايو ايكويفالنت؟ بص يا سيدي هحكي لك القصه البدايه. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، كان يا مكان في قديم الزمان وليحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كان في شخص بسيط جدا جدا جدا، وليكن مثلا هنسميه بالصلاه والسلام شخص طموح، هو شخص بسيط يعني على قده، ولكن شخص طموح جدا جدا جدا، خليه مثلا نسميه محمد، ماشي. محمد ده بالصلاه والسلام ماله؟ ده شخص
عنده رحمه في شويه في الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم هو حب يخترع ده. حلو حلو، قال لك والله انا حابب امثل الامه الاسلاميه، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم بقى عندي غرض في الاسلام، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم مثال يحتذى به ومش عارف ايه، واخترع بقى ده ويفيد البشريه وكل الكلام الجميل دوت اللي بيحفز الواحد. حلو حلو. اما محمد صلى الله عليه وسلم او محمد راح عمل لك ايه؟ قال لي والله انا دلوقتي هبدا بقى لمين؟ هروح بقى لقسم العقاقير بالبدايه. يبقى هروح لقسم العقاقير من ايه؟ من البدايه، قسم بقى الكوكنو والفايتو اللي بيوجع دماغنا دول كله، تمام؟ بتاع النباتات وهكذا، وكمان قسم الايه؟ الاورجانيك بقى والاستراكشرات والحوارات دي كلها. طب ليه يا عم الحاج؟ قال لي ببساطه عشان ايه؟ عايز اكتشف دواء. ما انا دلوقتي عايز اكتشف دواء يعالج ديزيز معين، ولكن مثلا محمد اتاثر بجدته اللي ماتت ربنا يعافينا بحق لا اله الا الله بالكانسرز، اللي هو مثلا ما كانش ليه التريتمنت وكان وحش ومش عارف ايه، خاصه مع سنها الكبير وبلا بلا بلا. فببساطه قال انا ايه؟ ان شاء الله باذن الله هحط تارجت في دماغه ان انا هخترع دواء، عشان مش حابب ان حد يمشي بنفس السيكونس بتاعتي ونفس القصه الايه الساد ستوري بمعنى اصح بتاعتي، تمام؟ فقال لك بصراحه انا اول حاجه هروح اعمل ايه؟ عايز اهم حاجه اكتشف الدراج، الدراج ايه؟ ديسكفري. فبصراحه راح اعتن اسمها ايه؟ اسمها ايه يعني؟ اللهم صل عليك وسلم، اللي هو يعني استعان استعان بالقسم العقاقير والاورجانكس والكلام ده كله، بحيث يطلع لك دراج او يطلع لك يعمل لك اكستراكت من بلانت ايا كان. وبعد كده راح للسيوتيكال والميديسن اللي مطلعها يبوب عينينا في الاستراكشر والكلام ده كله. قال لي لا يا عم الميديسن لو سمحت خليني بالصصم اظبط لي شكل الاستراكشرز، مش عاجبني شكل الاستراكشرز، عايز ازود الاكتيفيتي بتاعته واخليه يمسك في الريسبتورز اكتر ومش عارف ايه والحوارات دي كلها. ميديسن اظبط كل حاجه، محمد بص ايده وشه وده كده خلص اول مرحله اللي هي ايه؟ مرحله الدراج ديسكفر، تمام؟ بعد كده بس محمد دخل في المرحله الثانيه اللي هي البري كلينيكال فيز. ايه هي البري كلينيكال فيز؟ خلاص بقى معاه مليكيولز، بقى معاه برودكت، معاه دراج، خلاص دراج مليكيولز. بص صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، او نيو دراج ابلكيشن خلاص، او انفيتيف خلاص، لسه بس لسه ما بقاش لسه دراج جديد بمعنى صح. بقى معايا ان انفستيجيشنز او خلاص، او investigational new drug applications اللي هي بنسميها ايه؟ اندا خلاص. اندا ده بالصصم عباره عن ايه؟ وبقى من اسمها كده investigational خلاص، يعني بالصصم حاجه يعني invest يعني جاي من الايه؟ استثمار. new drug applications يعني بالصصم دراج لسه مليكيول جديد، لسه بقى بالصصم تحت الايه؟ الاستادي بتاعت البري كلينيكال، تمام؟ طيب قال لي بالصصم هيروح بقى يدوروا على يجربوا على الانيمالز والحيوانات وهكذا عشان يشوف الايه؟ السيف بتاعته، مدى السيف ومدى الافكتيف والتوكسيستي والحوارات دي كلها. بعد كده بالصصم بدا يعمل لك كل ده في فايل، بدا يجمع لك كل بقى الحاجات بتاعته اللي هي ايه المولكيول وايه الكيميكال ستراكشر بتاعتي، وبالصوت سلام هي ايه هي اصلا افكتيف هو مش سيف، والحوارات دي كلها على الانيمال وكل الحاجات دي، الداتا دي جمعها وحطها لك في فايل محترم كده ايه بالصوت سلام، ووصلها للاف دي اي. يبقى اللي راح للاف دي اي اسمه اندا. اندا ده بالصوت سلام ايه؟ ده اللي راح للاف دي اي. الاف دي اي ديت اللي هي الفود الفود دراج ايه بالصوت سلام اورجانيزيشنز، اللي هي المنظمه الايه اللي هي بتاعت الادويه والحوارات دي كلها الاكل والكلام ده، بس السام اللي هي المنظمه العالميه ديت كلها، تمام؟ فبعد كده السام راح للاف دي اي، قالت الاف دي اي ديت راجع الملف بتاعه اللي هو بتاع مين؟ بتاع نيو دراج ابلكيشنز او انفستيجيشنال نيو دراج ابلكيشن. ركز في الحته دي كويس قوي. خلاص الاف دي اي والله قالت كلام محمد ده 10 على 10 وعاجبني جدا، فبالصراحه قالت عملت له ايه؟ اكسبتبل. نخش بقى على المرحله اللي بعد كده. طيب لقيت كلام محمد بطيخ وعمال يالف وكده، ولقيت الكلام مش مظبوط، فبالصراحه بقت ريجكتد وكده المرحله بتاعتي خالص. طيب لما ربنا كرم محمد وبالصراحه سلام بدا يطلع عندي الانفستيجيشنال بتاعته، الانفست بتاعه خلاص الاف دي اي وافقت عليه والملف بتاعه اتراجع كله تمام. بعد كده بس بقى اسمه ايه بقى؟ لو اتقبل هنسميه ان دي اي. يعني ان دي اي انفست يعني ده بالصصام كان لسه تحت الانشاء، يعني كان لسه بيستثمر فيه. طب هل هو فعلا بقى بيعاد عليه فلوس او كده؟ لا لسه. طيب اما بعد كده بس لما اف دي اي وافقت عليه فبقى خلاص بقى acceptable، فبنسميه new drug a applications من غير كلمة invest ديت بالصوت. انا سامي يبقى لان NDA، يبقى انا شلت الاي ديت عشان بالصوت سامي FDA وافقت عليه. وبعد كده بالصوت سامي محمد يفتح بقى مثلا يسموه مو فارماكو مثلا، او يسمي دراج اي حاجة تبع التريد نيم بتاعه بالصوت سامي اي اسم ليه هو خلاص، ليه اسم هو، يسمي بقى الشركة بتاعته باسم الدراج اللي هو بيعالج دوت مثلا، وبالصوت سامي يقوم جاي بقى يسجلها في الشركة براءة ايه؟ اختراع، اللي هي البي تانسي خلاص، البي تانسي
خلاص البتنس دي بالسام اللي هي الايه براءة الاختراع، ويكون الدراج دوت يبقى كأنه بالظبط ده ملك لمحمد لمدة 20 سنة مثلا، او على حسب الاماونت الكمية بتاعت البتنس اللي هو عاملها اللي هي كمية براءة الاختراع. محدش احمد حب يقلده، مفيش، ما ينفعش. يعني احمد حب يعمل مثلا يغير مثلا بصاصة، يعني يجيب نفس الموليكيول نفس كل حاجة، ولكن يغير لك بس في شوية في الفارماكوكيناتكس، يضحك على الناس بمعنى صح، او مش يضحك على الناس بس مثلا يغير شوية في الحاجات اللي فيه فيحسن لك الباي افالبيلتي مش عارف ايه وكده، برضه ما ينفعش خالص يلعب فيه ولا يقدر يخترع منه اي دواء. ده بقى ملك لمحمد لان هو اللي تعب فيه لمده 20 سنه او لمده المده بتاعت البيتنس بتاعتي اللي هو ايه متحدده مع الاف دي اي. خلاص يبقى دي قصه الدواء باختراع. يبقى انت عندك بس اول حاجه الايه الديسكفري، بعد كده بري كلينيكال حلو جدا. طيب بعد ما خلص بقى الموافقه بتاعت الاف دي اي وافقت وبقى بالسيستم اسمه نيو دراج ابلكيشنز وبقى عنده البيتنس بتاعتي بقى بالسيستم مظبط كل حاجه، يبدا بقى يخش على كلينيكال فيز، ينزل ينزله في السوق يجربه على بشر الاول ويشوفه يطلع فعال ولا امن ولا مش عارف ايه وكده. بعد كده بالسيستم يعمل لي حاجه اسمها سيرفيلانس بوست ماركتنج، خلاص بقى يعمل الماركتنج بتاعه. وبعد كده بس يشوف بقى يفضل الشركه تراقب الدواء بتاعه عشان ما يتسحبش، يشوف السيف، يشوف الاثار الجانبيه السايد افكت الادفيرس افكت، بحيث ان الدواء يفضل موجود. لان احنا بنسمع كتير جدا 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 عن ادويه بعد ما حصلت كل الفيز ديت ونزلت السوق ما بقتش افكتيف وبالصلصه باظت او عملت توكسيسيتي، فبدات الايه الهيئه الصحه تبدا تسحب لك الادويه. طبعا دي مشكله طبعا للايه للشركه. تمام، يبقى ده بالصلصه بالنسبه للايه للقصه بتاعت محمد. طب هل الدراج اللي هو نيو دراج ابلكيشن ده بالصلصه كان هو شركه واحده اللي عاملاه ولا كذا شركه؟ لا، هو محمد بس بالشركه بتاعته اللي اسمها مثلا بالصلصه ايه موكو مثلا، موكو في باراسيتامول او موكو فارما موكو ايا كان بالصلصه سلام. تمام حلو. فبالصلصه سلام الشخص دوت خلاص بقى سنجل، يبقى الشركه دي سنجل ايه سنجل دراج برودكت، يبقى ده سنجل سورس البرودكت اللي طلع لي دوت الدراج مثلا، ولا كان الدراج مثلا ده بس كان انتي كانسرز ماشي، فده بنسميه سنجل سورس دراج برودكت. ليه؟ لان ده بس شركه واحده اللي محتكره بمعنى صح، او هي اللي مستخدماه، هي اللي مصنعاه، هي اللي بتبيعه بس، ما فيش حد يقدر يبيعه ايه تاني. حلو حلو. طيب وليكن مثلا محمد ده كان مخترع دواء مثلا للكورونا، مخترع دواء للكانسر، مخترع دواء للاتش اي في، ادويه من اللي هي الامراض، بيخترع دواء للامراض السيريس، الامراض الصعبه جدا، الامراض اللي فعلا لايف تريتنج بتهدد الحياه وكل الحوارات دي كلها. بعد ما الشركه الام اتفقت معاه وقالت له خلاص انت هتكون مسيطر عليه ومحدش هيقدر يقلده لك، وبالصلصه مش هيقدر يصنع منه اي مولكيول خالص ولا يقدر يجي جنبه خالص، ده بتاعك اللي هو نيو دراج ابلكيشنز او بالصلصه اللهم صل وسلم البراند نيم بتاعك او الدراج برودكت بتاعك او بنسميه ريفرنس دراج برودكت لان ده اول واحد طلع عندي. خلاص كل دي نفس المسميات اللي عندك براند او دراج بصاصه برودكت او الريفرنس او نيو دراج ابلكيشنز، كل ده دراج اللي هو بادئ من ايه من البدايه. خلاص تدي ملك لمين؟ محمد. تمام حلو. قال لي بصاصه جيت بقى ايه المرض ده بقى لايف تريتنج خلاص، من ناس في بلد نائيه، هو الشخص ده مثلا بصاصه في مصر مثلا اسمه محمد في مصر. حلو، فبصاصه الشخص دوت هو اخترعه وخلاص وتوافق عليه وبقى بيتباع مثلا في كل العالم وتمام وكله تمام، ومفروض ما حدش يقدر يصنعه. ولكن مثلا دوله مثلا زي الصومال، دوله زي الدول الفقيره خالص، دوله مثلا زي الدول الايه اللي هي يعني فقيره بمعنى صح، الدول اللي هي بيقول لك ايه اسمها بصام إيه تحت اللي هي مش فاكره اسمها خلاص. المهم يعني بصام معناها اللي هي النائيه او حاجه كده يعني. المهم ده بصام ايه ما بيكونش معاها معهاش فلوس تقدر تختاره، ومعهاش فلوس تقدر تشتري الدواء الغالي بتاعك، ومعهاش فلوس انها تقدر تعمل اي حاجه، وبصام عندها اشخاص بتموت بالالاف. خلاص ففي منظمه اسمها الام دي دي، خلاص الام بي بي سوري الام بي بي دي بصام عملت لك ايه؟ قالت لك الام بي بي دي عباره عن ايه بقى؟ اسمها ميديسينال بيتنت بول. يعني ايه ميديسينال بيتنت بول؟ اسمها كده ميديسينال يعني ليه علاقه بالميديسينال فيلد بتاعنا والحاجات دي، بيتنت يعني ليه علاقه بحقوق الملكيه، وبول يعني بالصايم الفيلد وهكذا. خلاص قالت لك الميديسينال بيلد بيتنت بول دي جت في 2010 ولا في رينج معين يعني بالصلاه والسلام. قالت لك ايه؟ قالت لي والله انا هستاذنك يا باشمهندس محمد، مش عارفه ازاي باشمهندس، المهم يعني بالصلاه قالت لك انا هستاذنك ان الدول النائيه والدول الفقيره في الحالات، يبقى انت عندك شرطين، تكون دوله نائيه ولا ودوله فقيره، ومش عشان مش قادره تشتري البرودكت بتاعك خلاص، ما هي المشكله ما تشتري البرودكت بتاعك، هي مش قادره لان انت بس صرفت بقى ومشيت وطلع حبوب عينك، فالتاكيد بيغلي السعر عشان تعوض الخساره اللي انت عملتها. فبس دي اول حاجه. تاني حاجه بس هي اللايف تريتنج لايف، يعني بس الشخص ده هيموت، الناس عماله تموت بالالاف
تمام. قالت لها بصوا سلام، لا انا لو سمحت هسمح هكسر القاعده بتاعت ال 20 سنه بتوعك دول اللي هي البيتنس الحقوق الملكيه بتاعتك، وهسمح للدول النائيه انها تقدر تصنع لك تصنع دواء من الايه من البرودكت بتاعك. طب هتصنعه ازاي والحوارات دي؟ هل هتمشي بنفس الفيس بتاعتك؟ لا خالص، هتعمل لك ايه؟ هتبدا تعمل كومباريزن ما بين الدواء بتاعك خلاص اللي هو بيديك بقى نفس الافكت والحوارات دي كلها، وتغير شويه حاجات بسيطه بصوا بالدواء ايه بتاعها. عشان كده سميت الدواء بتاع حضرتك اللي انت طلعته بنيو دراج ابلكيشن سميه ريفرنس دراج او ريفرنس بيتنت دراج. ليه؟ لان بصوا ده الريفرنس بتاعي، ده الملجا بتاعي، الدواء النائيه او الدواء اللي هي البسيطه الفقيره بدات بقى تقارن، مش هتتعب بقى، مش هتصرف كل الفلوس بقى بتاعت الريسيرش والدراج ديسكفري والميديسينال كيمست والكوجنو ومش عارف ايه وكل الحوارات دي، بصوا مش هتصرفها خالص. لا هي جاست بس خدت الاند برودكت بتاعتها، مثلا حاطط لك او اتش زودت لك الابزوربشن، حاطط لك الجروب مثلا لايف وفالت فزودت لك الابزوربشن، اي كان بصوا سام ان هي بالظبط بتغير له بس حاجه صغننه، وتقوم جايه بصوا سام ايه واخدها وتقوم ايه مستخدمها. دي في ايه؟ دولة فقيرة، وبالصلاة والسلام ايه بتبقى دولة فقيرة، وبالصلاة والسلام تبقى لايف سريتنج لازم، عشان كده بنسميها دي سيفنج لايف اللي هو بتنقذ حياة انسان. واكيد محمد طبعا هيوافق ان بالصلاة والسلام هو شخص قلبه رحيم، فبالصلاة والسلام هو اصلا عامل دوت عشان يفيد الامم الاسلامية ويفيد الايه البشرية والحوارات دي كلها. تمام حلو جدا. طيب الشخص بقى بالصلاة والسلام اللي هي الدول النائية، هل هسمي الدراج اللي هي عملته دوت نفس اسم بتاع محمد؟ لا طبعا، محمد تعب ونشف ريقه وبالصلاة والسلام باظ كل حاجة، وبقى عند دراج ايه اسمه دراج برودكت او ريفرنس دراج وهكذا. ساعتها هسمي الدراج اللي هو الدولة الفقيرة اللي عملته جينيريك نيم، يبقى هسميه جينيريك دراج. خلاص يعني ايه جينيريك دراج؟ يعني هو ده بالظبط بالصلاة والسلام زي ايه؟ كأنه النسخة التقليدية من الشخص الايه الأصلي. يعني بالصلاة والسلام محمد صلاح مثلا على سبيل المثال ده شخص واحد وده النسخة الأصلية، طب تلاقي ناس كتيرة جدا شبهه وعاملة نفس القصة بتاعته بلا بلا بلا، فبالصلاة والسلام ده هل هو ده محمد صلاح؟ ده مش محمد صلاح، ده النسخة أي نسخة بديلة منه أو شبهه بمعنى أصح. فنفس الفكرة جينيريك نيم ده النسخة بالصلاة والسلام من الإيه؟ من الأصل بتاع النيو دراج أو الدراج برودكت بتاعي خلاص أو البراند بتاعي. تمام. طب الحمد لله محمد خد ال 20 سنة وعمل بقى ثورة جميلة من الدراج بتاعه، عمل انفست حلو جدا، وبعد كده بالصلاة والسلام خلاص للأسف البوتنس بتاعتي او البيتنس بتاعتي المده بتاعت الملكيه الحقوق الملكيه بتاعته انتهت للاسف. بعد كده بس بدا بقى الشركات تستغل الفرصه، وبدا بقى يطلع لك 20,000 شركه تبدا تعمل لك نفس الدراج اللي كان بيعالج لك الانتي كانسرز او الاتش اي في او بصاصه كورونا ايا كان بصاصه، وبدا تعمل لك ايه كذا دواء. تسميه طبعا مش هينفع اسميه دراج ريفرنس، مش هسمعه ما ينفعش اسميه دراج برودكت، دي كلها اسماء محتقره بس على محمد اللي تعب في الايه الاستادي ستيت والحوارات دي كلها بصاصه. ممكن بقى اسميه ساعتها جينيريك نيم، او ممكن اسميه ساعتها abbreviated new drug application، يعني ساعتها هسميه اندا، اندا مش اندا مش بالاي خلاص بالاي، يعني ايه abbreviated 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 يعني اقول لك اختصار، يعني ايه اختصار؟ يعني هو اختصر الرحله بتاعت النيو دراج كلها، النيو دراج بقى من اول بقى عمليه الكلينيكال ستادي من الصاصه من دراج ديسكفري بلا بلا بلا، فهو اختصرها. طيب وبعد كده بالصاصه يبدا بقى الشخص دوت بقى اللي هي جينيريك نيم اللي عايزه تقلد الشركه بتاعت محمد، وبالصاصه تبدا بقى تعمل لك ايه؟ تعمل لك شويه ستادي، وبالصاصه خلاص بقى الشركات الثانيه بدات تقلده، تنزل الايه المثيل بمعنى اصح، خلاص تنزل الايه المثيل، وتروح بالصاصه لحاجه اسمها الاوريجينال بوك، خلاص الاوريجينال سوري الاورنج بوك، ده عباره عن اورنج بوك اسمه اف دي اي اورنج بوك، ده عباره عن ايه؟ عباره عن بوك فيه كل الادويه بتاعت بصا سلام كل الادويه اللي موجوده عندي في السوق وبصا سلام خاصه السوق البريتش وهكذا او امريكان، المهم يعني بصا سلام. وكمان عامل لك الريفرنس دراج بتاع ايه بتاع محمد اللي عندي اللي هو ريفرنس لاستنج دراج اللي هو بقى ده اللي هقارن بيه، وابدا بقى بصا سلام اقارن الدراج بتاع الشركات اللي هي عايزه تنزله، مثلا احمد عايز ينزل الدواء هو كمان شبه محمد فهو غير شويه حاجات، هيبدا بقى يشوف الباي افيلابيلتي ويشوف بقى الحاجات بتاعت يقارنها بتاع محمد ويقدمه فايل خلاص للاف دي اي، لو وافقت عليه ينزل السوق، لو ما وافقتش عليه خلاص مش هينزل السوق. خلاص يبقى سميناه ابريفيتد عشان اختصر لكل الرغي ده بالصوت انا بس، يبقى جينيريك نيم او اللهم صل على براند برودكت، خلي بالك براند برودكت لما اقول لك براند برودكت او دراج برودكت ده بالصوت معناها الايه؟ ده المنتج الاصلي بتاع محمد اللي هو ريفرنس دراج برودكت خلاص. اما اقول لك براند نيم لا، مثلا محمد هيسميه بالصوت مثلا موكو فارما
مو فارماكو مثلا، او مو كو فارما، ايا كان باستخدام اي اسم بتنجان، فباستخدام ده بقى يقصد بيه بقى البراند نيم. مثلا زي البطاطس، ده البطاطس اللي عندي دي، ده الايه باستخدام الكيميكال ستراكشر. احنا بدانا الاول بكيميكال ستراكشر، البطاطس باستخدام بدات احولها لايه، لشيبسي. الشيبسي ده باستخدام ده بسميه جينيريك نيم. الجينيريك نيم بدات بقى تنزل في هيئه تايجر، تبدا بقى تنزل في هيئه شيبسي مثلا، او باستخدام تنزل بقى في هيئه كران اي بتنجان. ده اسم البراند نيم ايه بتاع المنتج بتاعي بالصوت النبع عليا في توصل. يبقى انت عندك فرق بين براند برودكت، برودكت لازم تركز من كلمه براند برودكت وبراند ايه نيم، تمام. طيب حلو جدا بالصوت النبع عليا في توصل وسام. الشركات التانية بدات ايه تقلده. طب بعد بقى الشركات بدات تنزل والحوارات دي كلها، بقى عند دراج برودكت سيلكشنز. يعني ايه دراج برودكت سيلكشنز؟ يعني ابدا بقى اختار الشكل الدوائي المناسب لكل حاله من بين الاشكال الدوائيه. يعني بص مثلا انا محمد كان عامل لي الدواء بتاعي مثلا فايت اي في، فانا مثلا كشركه تانية عايزه اقلده بعد ما خلاص بقى المده بتاعت الحقوق الملكيه بتاعته انتهت، عايزه اقلده. فبالصوت بقى مثلا اعمله لك فايت اورال، اعمله لك في اي سسبنشن، اي كان بالصوت النبي عليه افضل الصلاه والسلام، تمام. حلوه القصه بتاعتنا، اعتقد انها حلوه وجميله وكمان بالصوت ايه عسوله ومفهومه باذن الرحمن. لو ما فهمتش قول لي تحت في الكومنت باذن الله. طيب بعد كده قال لك طب ماشي، انا دلوقتي بقى عندي محمد اللي هو البراند برودكت خلاص، وبالصوت بقى عندي الناس بقى اللي متقلده مثلا احمد واسامه وبالصوت عكاشه ومش عارف ايه بالصوت، كل دول مقلدين لك نفس البراند بتاع محمد، فعمل لك اسمه جينيريك ايه جينيريك نيم بتاعي. طيب قال لك بالصوت بقى عندي حاجه كذا كذا سيكونس، ايه هو بقى؟ قال لي والله عندي حاجه اسمها فارماسيوتيكال ايكوي فولنت او ايكوي فيلنت. يعني ايه الكلام دوت؟ فارماسيوتيكال يعني فارماسيوتكس، يعني ايه فارماسيوتكس؟ السيوتكس بتاعتنا اللي مطلعه لنا الفور سمستر دول، تمام. طب وايكوي فولنت، ايكوي فيلنت يعني بالصم متساويين. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني دي الادويه المثيله او الادويه المتماثله صيدلانيه بس. يعني ايه اسمها صيدلانيه؟ يعني متماثله في الدوزج فور، متماثله في التركيز، متماثله في روت اوف ادمنستريشنز. طب هل متماثله طبعا في الاكتيف انجريدينت بتاعتي. طيب هل بالصوت انا بلاقي في الصيبه هي متماثله باربع حاجات؟ يبقى الفارماسيوتيكال ايكويفالنت، الفارماسيوتيكال ايكويفالنت متماثله باربع حاجات. يعني ايه متماثله في الاكتيف انجريدينت بتاعتي؟ احمد لما هيجي يقلد محمد فعمل لي نفس الاكتيف انجريدينت بتاعتي عشان تعالج نفس الدواء خلاص، يعني نفس السولت، نفس الاستر، نفس كل حاجه. متماثله في التركيز، قال لي بس لا ان التركيز المعين ده بيعالج لك الكانسر، فقال لي هستخدم نفس التركيز. متماثله في الشكل الدوائي، بس انا نفس الاقراص، لا مثلا هياخد حاجه اي فيها توصل اسرع، فالباي اوفر بيتش بتاعتها اسرع، فاعملها في ايه؟ في اقراص. يبقى ده الفارماسيوتيكال ايكويفالنت، تمام. متماثله في الروت اوف ادمنستريشن، اكيد بما انها متماثله في الشكل بتاع الدوزج فورم هتكون متماثله في الروت اوف ادمنستريشن. هتختلفوا في ايه بقى؟ يعني محمد بس احمد لما يجي يقلد محمد هيختلف في ايه؟ ممكن يختلف في الاكسبيرينس، الاضافات اللي هيحطها، التعبئه، الشكل بتاع البرودكت اللي من بره، التغليفه بتاعتي، الميكانيزم بتاع خروج الدواء من جوه الجسم، ومده الصلاحيه، كل الحاجات دي بس. ولكن هي اهم حاجه الفارماسيوتيكال ايكويفالنت لازم تكون متماثله في اربع حاجات، اوكي؟ وعرفناهم هما ايه. تمام. قال لك بعد كده بس في مثلا احمد ده قلد محمد في كل حاجه. بعد كده بس بدا يعمل لك شويه اكسبيرينس. يعني ايه؟ يعني مثلا سياده حضرتك لما تكوني عايزه تخشي تعملي كيكه، وبس ماما هتعمل كيكه خلاص، او مثلا خليها اكلها تكون مثلا فراخ مشويه. حلو. كلنا عارفين ان الفراخ مشويه بتجيبي الفراخ وبس بدأت تبداي تنقعيها وتنضفيها ومش عارفه ايه، وبعد كده تتبليها والحوارات دي كلها. طيب الاساسي عندك فراخ وتحطيها في الشوايه، ده الاساسي، يبقى دي كده الاكتيف انجريدينت بتاعك. طب ايه الاختلاف مثلا من ناديه هتعمل الفراخ، من منى هتعمل الفراخ، من بصوت مثلا سميه هتعمل الفراخ، كل الاسماء الجميله ديت، ايه اللي هتعمل الفراخ؟ الاكسبيرينت بتاعتي، البهارات. واحده مش هتعمل لك، هتحط لك بهارات خالص وتحطها لك في الفرن زي ما هي، وطبعا دي بصوا هيبقى طعمها سيء جدا وربنا يصبر الناس اللي هتاكلها منها. واحده ثانيه هتكلفها لك بقى بهارات بكل حاجه، سبع بهارات ومش عارفه ايه والزعتر بلا بلا بلا، وهتلاقيها طالعه تحفه. واحده ثانيه مثلا هتستخدم اكسبيرينت مثلا ايه اقل شويه او متوسط، فده هيختلف عندي، تمام. طيب هل كلهم طلعوا نفس الحاجه؟ طلعوا نفس الحاجه، ولكن اختلاف بالايه؟ بالشكل، بالطعم، بالريحه وهكذا، تمام. فانا بصوا اتفقنا خلاص ان عندي محمد قلده احمد في كل حاجه، تمام. جه واحد مثلا اسمه اسامه قال لك لا انا بس انا ما بحبش اقلد في كل حاجه، انا هشوف بس الاكتيف انجريدينت خلاص. حلو جدا الاكتيف انجريدينت دي جميله وعسوله بتعالج للدواء، يعني خلاص عرفت الاكتيف انجريدينت، تمام. فقال لك بس هقوم جايه ايه؟ هقوم جاي مثلا لاعب في الدوز، انا مش عايزه اكون متشابه في كل حاجه، انا ما بحبش اكون محمد في كل حاجه، هغير في حاجه. يعني بس بدل ما اكون زي احمد وخلاه متشابه في اربع حاجات، الدوز والدوز جي فور وورد اوف ادمنستريشنز وبالصوت النبي عليه الصلاه والسلام والاكتيف انجريدينت طبعا، قال لي لا انا هستخدم مثلا هكون مختلف
متشابه في حاجه من الاربعه، مش شرط اكون متشابه فيهم، تمام؟ وبيستسلم على الاقل حاجه من الايه من الاربعه، تمام؟ طب وبعد كده بيستسلم، وممكن مثلا يعني مثلا يختلفوا في الشكل الكيميائي وهكذا، تمام؟ الاكتف انجريدينت يعني ايه؟ يعني مثلا بيستسلم الماده الفعاله، احمد محمد كان عاملها مثلا في هيئه صولت، انا يا عم هعملها في هيئه قسط، هو عاجبه ضربه معايا كده. بيستسلم محمد كان مستخدم تركيز 100، لا انا هستخدمه يا عم 200، خلاص هي ضربه معاه كده. فبيستسلم ده كده بقى ايه؟ هل هو بقى فارماسيوتيكال ايكويفالنت؟ ينفع اقول عليه فارماسيوتيكال ايكويفالنت؟ لا طبعا، لان هو مش متماثل، مش مثيل ابدا ابدا ابدا. ده بقى الترناتيف، يعني ايه بقى بديل؟ بديل للحاجه بتاعت محمد، يعني بالصصام كانه بالظبط كانه حاجه مستقله بذاته، ولكن بالصصام ايه خد الايه ابتدى من حيث انتهى الاخرون بمعنى اصح، تمام؟ يبقى ده بديل، جاست بديل، مش بالصصام، مش ايه، مش مثيل، مش نفس كل حاجه عندي. طبعا ده بالصصام انت كصيدلي واقف في الفارماسيست ما ينفعش ابدا 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 تطلع البديل. تقدر تطلع المثيل، يعني تقدر تطلع المثيل يعني يكون متشابه الدراج بتاعك بالظبط بالاربع حاجات اللي قلنا لك عليهم، الدوز والاكتيف انجريدينت في الهيئه بتاعتها، سواء ده سولت يبقى ده سولت، ده استر ده استر، ده بالصلصالات. طب ليه كل الحاجات والتكلكيع ديت؟ عشان بالصلصال مثلا واحد الدواء الدراج الدكتور كاتبه له ان هو ياخده مثلا في هيئه فوسفيت، اكتيف انجريدينت معينه وفي هيئه ايه فوسفيت. حلو حلو. طيب ده بالصصام ده جه لحضرتك، انت مش عايز تطلع له فايت فوسفيت، تمام؟ مثلا تترا سايكلين فوسفيت، مش عايز تطلعه فايت فوسفيت لان انت بالصصام الفوسفيت عندك مش موجود، التترا سايكلين فوسفيت مش موجود عندك في الصيدليه خالصان، فده ما تخليه يروح لصيدليه ثانيه. قمت بسلمت ادويتك، طلعت مين؟ طلعت التترا سايكلين اتش سي ال. هل ده مثيل؟ لا ده مش مثيل. ليه؟ لان شكل الاكتيف انجريدينت اختلفت. يبقى دي اول حاجه اختلفت فيها. طيب الشخص دوت كان عنده ألسر، انت طبعا ما سالتوش، انت جاست بس طلعت الايه البديل بتاعه اللي هو الالتيرناتيف فارماسيوتيكال بتاعي، يبقى الفارماسيوتيكال الالتيرناتيف، تمام؟ طيب حلو. لما طلعت له عمليه تطليع الالتيرناتيف ديت بنسميه دي اسمها البروسيس، خلاص دي عمليه اللي انا بالصصام وانا واقف في الصيدليه لقيت مكتوب تترا سايكلين فوسفيت، قمت انا طلعت له تترا سايكلين اتش سي ال، يعني بالصصام طلعت له اكتيف انجريدينت مختلفه، يبقى انا عملت ايه؟ الدواء اللي انا طلعته البرودكت اللي انا طلعته ده اسمه فارماسيوتيكال الالتيرناتيف، يعني ايه؟ ده البديل بتاع الدواء الاساسي بتاعي. طيب العمليه بقى اللي انا طلعت فيها وتصرفت من دماغي من غير ما اطلع للفيزيشنز، من غير ما اطلع للدكتورز، من غير ما ارجع له، خلاص اسمها فارماسيوتيكال سبستيتيوشنز، يعني عمليه الاستبدال، فارماسيوتيكال سبستيتيوشن يعني بستبدل الجرعه بتاعتي. يبقى بالله عليكم نحفظ الاسماء مفسره نفسها، تمام؟ طيب الشخص ده كان عنده ألسر، انت سيادتك حضرتك ما سالتوش، فطبعا انت حاطط له اتش سي ال، زودت الألسرز بتاعه وممكن تؤدي في الاخر لدس، فيا سلامه ادو مين اللي تيجي تمسك حضرتك؟ ليه؟ لان انت ما استشرتش الطبيب وما رجعتلوش. يبقى بالله عليكم نركز جدا جدا no alternative. عشان كده جدا الناس اللي عندها شويه وعي، شويه عندها شويه awareness، لما تروح للصيدليه وتلاقي الدرج بتاعها مش طالعه زي بالظبط للدكتور كاتباه، تقعد بقى تزعق في الصيدلي، وساعتها من حقهم ان الصيدلي لو هو مطلع لهم المثيل اوكي، يبقى مش من حقهم يزعقوا، هو الصيدلي من حقه يفهمهم ويقول لهم، ده من حقه يتصرف عادي جدا اللي هو بالصصام متشابهين في الاربع حاجات اللي انا قلت لك عليهم. اما بقى بالصصام لو هو بقى مطلع لهم البديل اللي هو الالترناتيف، لا يبقى من حقهم يهزقوه بمعنى صح، وكمان يتسجن فيها الصيدلي دوت لانه مش قد الامانه ابدا، تمام؟ حلو جدا. يبقى احنا خدنا ثلاثه ديفينيشنز اللي هي الفارماسيوتيكال ايكويفالنت، الفارماسيوتيكال الالترناتيف، الفارماسيوتيكال سبستيتيوشن. حلو حلو. طيب بعد كده بالصصام ايه بقى؟ قلنا بالصصام لو انا دلوقتي الشخص طلع لي المثيل اللي هو الفارماسيوتيكال بايو ايه الفارماسيوتيكال ايكويفالنت، ده المثيل بتاعي. حلو حلو. فبالصصام لما طلعت له المثيل اكيد هيكون ايه؟ ثيرابيوتيكال ايكويفالنت، ما جبتش حاجه من دماغي. يعني انا لما طلعت لك المثيل في احمد لما قلد محمد كان بقلده ليه؟ هل مثلا كان محمد كان عامل انتي كانسر دراج فلما احمد قلده فبقى انتي فايرال مثلا؟ لا طبعا، فهي الدراج طلع هو انتي فايرال انتي كانسر، خلاص يعني نفس الثيرابيوتيكال، فده بنسميه ثيرابيوتيكال ايه ايكويفالنت، مماثل في كل حاجه، في الكلينيكال ستادي، في السيف، في السيفتي بروفايل، في كل حاجه، في التركيز والشكل الدواء وكل حاجه بالصصام. طيب اما بقى لما اسامه جه حب يتفزلك وطلع وعمل لك الالترناتيف وغير لك في حاجات مثلا من الاربع حاجات اللي قلت لك عليها، فطبعا ثيرابيوتيكال الترناتيف، يعني ايه ثيرابيوتيكال الترناتيف؟ يعني دي ادويه مختلفه في الماده الفعاله، خلاص مختلفه في الماده الفعاله، ولكن بالصصام ليها ايه؟ ليها نفس التاثير العلاجي. يعني ايه بالصصام؟ ثيرابيوتيكال الترناتيف يعني بالصصام ثيرابيوتيكال يعني علاجي، الترناتيف يعني بديل علاجي. يعني مثلا بالصصام حاجه بتنيم، تمام؟ انا يعني في الاخر ان الدواء ده بينيم خلاص، ولكن بقى انت عندك كذا كلاس، عندك مثلا حاجات اللي بتاعت الباربيتوريت، عندك حاجات بتاعت البنزوديازابين، عندك بالصصام حاجات الهايبوكلورايد، فانت بالصصام عندك ديفرنت كلاسز، ولكن في الاخر بيؤدوا في الاخر نفس الايه الغرض. نشبهها بايه؟ حضرتك دلوقتي بالصصام طالب، خلاص طالب بتدرس، كلكم طلبه، كلكم ايه؟ طلبه بالصصام. انتوا كلكم عايزين تعملوا ايه؟ تتخرجوا تكونوا صيدلي، فكلكم ليكم نفس الغرض، ليكم نفس الثيرابيوتيكال
الالترناتيف، ولكن بيستخدم كل واحد بقى بيعيشها بطريقته. مثلا واحد بيستخدم يقضيها ويجي يذاكر في اخر الشهر ويقدر يلم، واحد تاني لا يفضل يجتهد طول السنه اند سو. تمام. طيب العمليه بقى بتاعت اللي انا اصرف الثيرابيتيكال الالترناتيف بتاعت الدراج بسميها طبعا ثيرابيتيكال سبستيتيوشن، يعني بستخدم اللي انا دلوقتي عندي دواء بينيم، فانا دلوقتي بس مكتوب مثلا عيله من عيله الباربيوتريت، او مثلا عيله البنزودايازابين عشان هي مور سيف وهكذا من الفارما اللي احنا عارفينها. طيب لو انا بقى بس جيت قمت جيت طلعت لك هايبو كلورايد، او جيت طلعت لك بس الهايبوناتيك او الزي دراج، اي دواء تانية ولكن كلهم بيأدوا نفس الحاجه، ده بس العمليه ذات نفسها اسمها ثيرابيوتيكال ايه سبستيتيوشن. تمام تمام. وطبعا ده بس برضه لازم يوافق عليها الدكتور. اي حاجه بطلع لك فيها الترناتيف بديله ما ينفعش اطلعها من دماغي. اوكي. كل الرغي ده عمال احكي ليه؟ عشان تستسلم تفهم ان في حاجه عندي اسمها بايو ايكوفلنت وباي افيلابيلتي وكل الكلام ده بالصصام. بايو ايكوفلنت دراج يبقى معنى كده بالاب اسمها ايه؟ انا دخلت البايو افيلابيلتي دي الاتاحه للدواء اللي وصلت للايه بالصصام، وصلت عندي للدم. طب البايو ايكوفلنت القصه اللي انا عمال احكي لك من الصبح ديت اللي هي ايه بقى بالصصام؟ البايو ايكوفلنت ديت دي عباره عن ايه؟ بايو يعني حيوي، وايكوفلنت يعني مماثل، يبقى دي المحاكاه او المكافاه اللي عندي. تمام. اللي هي عباره عن ايه؟ مكافاه في ايه؟ مكافاه بالصصام في الريت، خلاص في الريت السرعه، خلاص الدواء هيوصل بسرعه قد ايه، والاكستنت يعني الاكستنت يعني الاماونت اللي حصل لها ابزوربشن، اللي هي ايه الاكستنت اللي بنعبر عليها اللي هي الاي يو سي، وبالسامي ريت بعبر عليها بايه بالتي هاف ايه اللي عندي او تي تي اللي هي سوري تي ماكسيمم. تمام. طيب بالسامي يبقى اللي عندهم نفس البايو ايكويفالنت ممكن يكونوا بالسامي يكونوا فارماسيوتيكال ايكويفالنت او فارماسيوتيكال الترناتيف عادي جدا. يعني بالسامي لو انا دلوقتي بايو ايكويفالنت، يعني انا دلوقتي انا بكافئ حضرتك، يعني بالسامي انا عندي نفس الريت نفس الاكستنت، احنا بالسامي عندي نفس السرعه بتاعتك ونفس ماونت ونفس كل حاجه، فبالصصام ممكن اكون بديل ليك، او ممكن اكون ايه بايو ايكوفالنت ليك، يعني مثيل ليك. تمام. طب عمليه بقى الانترتشينجبل بقى بتاعه الدراج برودكت والحوارات دي كلها، انا بدل مثيل بمثيل والحوارات دي كلها ينفع اعملها خلاص من غير ما ارجع للدكتور، ولكن بالصصام العمليه اللي انا اقدر اطلع بديل دي ما ينفعش. يبقى الانترتشينجبل لما اقول لك انترتشينجبل دراج برودكت يبقى معنى كده بالصصام انا بعمل ايه؟ ببدل مثيل بمثيل، ما ينفعش ابدل ببديل او بديل بمثيل. تمام. يبقى بالصصام من غير ما اطلع للايه للدكتور والحوارات دي كلها لانها ليها نفس ليها مماثله في كل حاجه علاجيا وكل حاجه. تمام. يبقى الدواء المثيل هو زي الاصل بالظبط زي الدراج برودكت بتاعه، ولكن في اختلافات بسيطه جدا 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 بصصا على حسب الشركه المصنعه اللي ايه اللي مصنعه عندي. تمام. تعالى بقى نلخص الفرق بين البايو افيلابيلتي وبايو بايو ايكوفالنت. زي ما انت شايف كده البايو افيلابيلتي بتوضح لك الكميه اللي قد ايه اللي حصل لها ابزوربشن او الفراكشنز اللي وصلت عندي بصصا للايه السيستماتيك سيركيليشنز اللي وصلت عندي. خلاص اهم حاجه توصل للسيستماتيك سيركيليشنز من اول ما الدراج يتاخد. خلاص انا خدت مثلا 100 مللي جرام، فضلت تمشي 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 70 بس اللي وصلوا للبلاد ايه سيركيليشن، ده بسميها بصصا من ايه البايو ايه افيلابيلتي. تمام. قال لي بقى عندي حاجه اسمها البايو افيلابيلتي، عندي تو تايب اوف بايو افيلابيلتي، حاجه اسمها ابسولوت بايو افيلابيلتي وحاجه اسمها ريليتيف ريليتيف بايو افيلابيلتي. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني دلوقتي بصصا معايا دراج برودكت وعايز اقارن ما بين حاجه وحاجه. يعني ايه الكلام دوت بصصا؟ لما اقول لك ابسولوت يعني ايه ابسولوت؟ يعني حاجه بقارنها بريفرنس. يعني ايه حاجه بقارنها بريفرنس؟ يعني عايز اقول لك دلوقتي افرض ان الدواء حصل له امتصاص 100%، مين الدراج اللي بيحصل له امتصاص 100% اللي بيوصل الدم 100%؟ الاي في بولس. برافو عليك، ممتاز جدا جدا جدا. يبقى بصصا لو انا هقول لك ابسولوت بايو افيلابيلتي يبقى انا بصصا بقارن الدواء بتاعي انت، فانا خلاص البايو افيلابيلتي ليها علاقه بالاستنت وليها علاقه بالريت والحوارات دي بالصوت انا بلبسها، يبقى انا بقارن الايه اللي هي ليها علاقه بالاريا اندر ذا كيرف. تمام. في الدواء بتاعي سواء بقى واخدها اورال واخدها ايه بتنجان على بالصوت الاي في اللي انا واخدها ايه واخدها اي في الاماونت اللي حصل لها ابزوربشن بالاي في اللي هي 100% كان اسمع على 100 بمعنى صح. تمام. طبعا الدوز بتختلف، لو انا بصصا لازم يكون نفس الدوز عشان اقدر اقارن، يعني بصصا ما ينفعش مثلا اجي اقارن واحد شيخ مع واحد لسه طفل صغير، لازم يكون نفس السن العمر. فلو انا بالصصا مش نفس العمر والاختلاف فهقوم عامله ايه؟ هقوم جايه قاسمه كل واحده على الدوز بتاعتها، يعني الاماونت بتاعتي اللي حصل لها ابزوربشن على الدوز بتاعتها، وبالصصا الاماونت اللي حصل لها ابزوربشن بتاعت الاي في اللي هي 100% بمعنى صح او الدوز بتاعتي على الاي الدوز بتاعتي بالصصا انا بعلي ده الصصا الثاني. طب لما تقسم مقام المقام هتطلع فوق، يعني كانك ضربت ايه عكست بمعنى صح الدوز بتاعت الانترافينس في الدوز على الدوز بتاعت الايه الاكسترافينس اللي هي بالصصا وصلت للايه اللي حصل لها ابزوربشن وهكذا. تمام. دي اسمها ابسولوت. طيب لو انا بقى ريلاتيف، يعني ريلاتيف دلوقتي انا عايزه مثلا اقارن، مضطر للاسف ان انا اقارن ما بين طفل وكهل، ما عنديش حاجه ما فيش حاجه عندي ريفرنس بمعنى صح، مش عندي حاجه اي في بولس، عايزه اقارن الباي افيلابيلتي بتاعت دراج خدته اورال وباي افيلابيلتي الدراج مثلا خدته ريكتم او دراج خدته مستصفى مثلا سب تحت اللسان سب لينجوال. خلاص ده بس كان فيه اختلاف فانا بعملها ريليتيف. طبعا لما اجي اقارن الابسولوت كلمه ابسولوت يبقى انا بقسم على اي في، طبعا لازم تبقى الرينج بتاعتها من 0 ل 1. ليه؟ لان بس انت اقصى ماكسيمم هتبقى 100% واقصى ابزوربشن ممكن لو الدراج بتاعك 100 الدراج بتاعك سوبر هيرو يحصل له ابزوربشن 100%،
100، فما تقسم 100 على 100 يبقى باستخدام كأنك اكبر رقم واحد. طبعا باستخدام 8 اللي تحت هيكون كبير، تمام؟ حلو، فالرينج بتاعي من 0 ل 1. ولكن باستخدام المقارن بقى مثلا من اورال لريكتم، او من اورال لباستخدام توبيكال، اي حاجه ثانيه باستخدام، او سوليوشنز او تابلتس او كابسولز، خلاص. فباستخدام انتش عرفك ان تحت هو اللي هيكون اكبر واحد؟ لا، ممكن يوارد ان البايو افيلابيلتي بتاعت الاورال تبقى اكتر مثلا بايو افيلابيلتي بتاعت الريكتم، فساعتها انا قسمت حاجه كبيره على حاجه صغيره، فباستخدام هيطلع لي رقم اكبر من واحد. او مثلا باستخدام ممكن اقارن اللي فوق يبقى كبير، اللي فوق يبقى صغير، واللي تحت كبير، يبقى رقم اقل من واحد، او الاثنين متساويين يبقى رقم ايكوال واحد. فده بنسميها الريلاتيف بايو افيلابيلتي، تمام؟ ليه عليها علاقه بحاجه بحاجه، تمام؟ يلا بقى نكمل الفيديو، بس صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ده اللي بيوضحه لك بتاعه الايه، الابسوليوت بايو افيلابيلتي. واعتقد ان الموضوع بقى واضح ومفهوم يعني ايه بالصلاه والسلام. ده الريلاتيف. يعني ايه الريلاتيف؟ اتفقنا خلاص ان انا بقارن حاجه بحاجه، بايو افيلابيلتي مثلا اورال مع حاجه ثانيه، ولكن نفس اليوم نفس الدوز لازم، لو كده برضه هقسم على الدوز بتاعتي تماما، خلاص. ده بيقول لك رنجات والحوارات دي كلها الريلاتيف بتاعتي بالصلاه والسلام، والابسوليوت ايه الفرق بينهم، والكلام دوت كله بالصلاه النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا ايه اللي ممكن ياثر لك على البايو افيلابيلتي بتاعتي؟ اوت اوف ادمنستريشن، حاله المريض، دوزج فورم بتاعتي، كل الكلام ده بالصلاه. الجزء ده بقى يهمني جدا جدا جدا، اللي هي الميثودز اوف اسامبشنز. يعني ايه الكلام دوت بالصلاه؟ انت دلوقتي عايز بالصلاه تعرف البايو افيلابيلتي بتاعتك قد ايه. انت دلوقتي عماله تقولي بايو افيلابيلتي وتحرقي في دمك من الصبح، وبالصلاه عماله تحكي عليها حكاوي كتير والكلام ده كله. طب انت عايزه تعرفي تعرف بالظبط تعمل ايه؟ عارف فكره التابلت لما احنا كنا بناخدها السمستر اللي فات، كنا بنعمله كواليتي كنترول تتاكد بمعنى صح. عايز تعرف البايو افيلابيلتي الكميه هتوصل لك قد ايه؟ فبالصمه عندك طريقتين، يا اما طريقه دايركت يا اما طريقه اندايركت. يعني انت دلوقتي عرفتي البايو افيلابيلتي هي الكميه اللي حصل لها ابسوربشن سيستماتيك. طب انت عايزه تعيني الكميه اللي حصل لها ابسوربشن دي، هتعينيها ازاي؟ قال لي بالصمه يا اما طريقه دايركت يا اما طريقه ان ايه اندايركت. قال لك الطريقه بالصمه اللي هي دايركت ميثود دي سهله جدا جدا بالصلاه والسلام. خلي بالك الفيديو ده عاكس، معلش، دي المفروض تبقى دايركت ودي الاندايركت، تمام؟ ده غلط، تمام؟ المهم يعني بس سيبك من اللي هو كاتبه ده، اللي هي بتاعت الاندايركت والدايركت. هو المفروض دي الدايركت ودي الاندايركت. الدايركت تاكيد يعني ايه؟ هاخد عينات من الدم، دي اول حاجه عندي، اللي هي ليها علاقه بالكونسنتريشن بتاع البلازما واجنيست التايب، دي اول حاجه. ثاني حاجه، مين الايميرو ايمج بتاع الدم؟ اليورين. هشوف الكميه اللي حصل لها اكسكريشنز عندنا. بس انا شفت تبع الريت بتاعت الدراج اكسكريشنز، او اللي هي بتاعت الكوميونيتيف، اللي هي الدلتا، اللي هي الدراج اي كوميونيتيف ديت، اللي هي الدي يو اي انفينيتي، خلاص. اللي هي يونري داتا اكسكريشن، تمام؟ ده بس ايه طريقه دايركت وايه، وطريقه بتبقى اكيوت وطريقه بتبقى اوبجيكتيف. لان بالصصم انا يعني حاجه اكيوت، انا واخد حاجه من جسمك وبشوف الكميه وببدا اشوف الجراف وارسمه، تمام؟ تمام. طيب اما بالصصم الطريقه بقى الاندايركت، او اللي هي اللي بتبقى بالصصم طريقه سبجيكتيف. يعني ايه سبجيكتيف؟ يعني دي افتراضيه، انا مش هقدر اخد الكميه بتاعت الدم ولا من البلازما ولا من اليورين، ولا قادر اعين الكميه بتاعتي، ولا قادر اعين البايو افيلابيلتي بالطريقتين دول اللي هي طريقه دايركت. فبالاسف هضطر اخش بطريقه اندايركت. عارف فكره ايه؟ فكره بالصصم، فاكر ان احنا واخدين في اول ليكتشر في الانترودكشنز، قلنا بالصصم عندنا عشان نعرف الفارماكوكيناتكس بتاعت الدراج، عندنا حاجه ماثماتيكالز اللي هي ليها علاقه بالكومبارتمنت، وعندي حاجه فيسيولوجيكال، خلاص، اللي كنا بنقولها فيسيولوجيكال فارماكوكيناتكس بيزد حاجه كده بالصصم. فالفيسيولوجيكال دي كانت بتعمل لك ايه؟ دي بتبقى طريقه سبجكتيف مش طريقه اكيوت. ليه؟ لان بالصصم مثلا انا دي كنت محتاج ان انا اقعد احقنها في جسم الانسان نفسه واقعد اقطع فيه واخد العينه وهكذا. اما الماثماتيكال دي حاجه بقى بقوم عاملاها ايه، بتعكس بمعنى صح، باخد دخلها في عمليه حسابيه واقدر اعرف لك الكميه عن طريق ايه، ماثماتيكال كالكوليشن وهكذا، تمام؟ جميل. فقال لك بالصلاه والسلام بقى اللي انت عندك الطريقه الاندايركت دي، انا مش عارف احددها بالطريقه الدايركت. فانا مثلا بالصلاه والسلام هعمل مثلا اكيوت فارماكولوجيكال ريسبونس. يعني ايه اكيوت فارماكولوجيكال ريسبونس؟ انا عارف ان الدواء بالصلاه والسلام مثلا مايدرايسيس، دواء بيعمل لك مايدرايسيس في العين. طب انا اصلا الجا امتى للطريقه ديت؟ لما اكون بالصلاه والسلام الدواء بتاعي مثلا ما بيخشش السيستماتيك، ما بيحصلوش ابزوربشن حلو في السيستماتيك، تاثيره لوكال على العين، بالصلاه والسلام الدواء بتاعي مثلا بيحصل له اكسكريشن بسرعه وهكذا. فانا بالصلاه والسلام هقوم جايه حاطه الدواء مثلا على عينيا واشوف المدرايسس بتاعي واقوم قايسه القطر. طبعا كل ما ازود الدوز كل ما يزيد القطر بتاع العيني هيحصل لي مدرايسس اكتر. فانا كده بص انا عملت كده، يعني قدرت اعمل اسبشنز او اتخيل ان البايو افيلابيلتي بتاعت الدراج بقت عاليه في الحته ديت، تمام؟ او مثلا بس سلام دواء تاني برونكو دايليتو. يعني برونكو دايليتوس حاجه بتبقى برونكو دايليتوس بتعمل لك دايليشن في اللونج، ولكن انا مش عارفه اقيس التركيز بتاع الدواء بتاعي البايو افيلابيلتي بتاعي. فبص انا اقوم جايبه بالونه كده يخلي المريض بتاعي ينفخ واشوف. طبعا ممكن ازود للدوز هلاقي طبعا النفخه بتاعته اللي هو الاكسهالشنز والانهالشن
جامد، كل ما ازود الدوز طبعا المكرون جامد. فده اسمها ايه ريسبونس، اسمها اكيوت فارماكولوجيكال ريسبونس، اسمها كده فارماكولوجيكال يعني ليها علاقه بالفارماكولوجي والميكانيزم والحوارات دي، واكيوت يعني بالصم انا فاكني بعملها حاجه ريليتيف بمعنى صح. يبقى امتى بلجا للعمليه ديت؟ لما يكون انا عندي دواء سيستماتيك مش قادر اعمل له استي لتركيزه في الدم خلاص، يا اما كنت دواء لوكال مثلا زي المدرايسيس والحوارات دي كلها. وعرفنا خلاص مثالين عندي مثلا زي برونكودايليتورز وزي المدرايسيس، وكمان في مثال عندي مثلا زي حاجه دواء بيعمل لك ليشنج زي كورتيكوستيرويدل، دي بتعمل لك ليشنج على بليشنج على الليشنج على السكن، يعني ايه بتعمل لك بقع بيضه كده بالصلصه ده. فانت لو عايز تشوف الريسبونس بتاعه وتزود الكورتيكوستيرون الكورتيكوستيرويدل، لما تزيد الدوز هتزيد البقعه بتاعتك الكتر بتاعها وتقيسها، يبقى انت كده عملت بالصلصه ايه اكيوت. طبعا دي بتبقى علاقه لاينرز وتبقى في فيرست لو وهكذا. طب عشان تكون النتائج بتاعي اقدر اقول عنها فايلد، يعني فايلد يعني دقيقه وفعلا اكيوت، يبقى لازم اقيس الفارماكولوجيكال افكت على مدار 3 تي هوف. يعني ايه بالظبط سام؟ يعني عشان اقدر اقول لك ان اللي مثلا الدواء البرونكودايليتور دوت اللي بيعالج لك الازمه حلو وكويس والافابيلتي بتاعته كويسه، هقوم جايه شايفه الريسبونس، هقوم جايه شايفه الريسبونس على مدار 3 هوف. اول حاجه اشوف التي هوف بتاعتي الاولانيه، اقوم قايسك ايه، اقوم زود الجرعه واشوف الريسبونس بتاعي. تاني مره اقوم جايه بس شايفه الريسبونس بتاعي بعد ثلاث، بعد يعني مثلا التي هوف بتاعتي كانت ساعتين خلاص، التي هوف بتاعتي ساعتين، يبقى بس لازم على مدار من 2 في 3 ب 6 يبقى 2 2 4 6، اشوف بالصلصه من ايه الريسبونس. واقوم عامله طبعا لان بيطلع في الاخر لاينر ايكويشن كده ما بين الفارماكولوجيكال افكت وبالصلصه من ايه الدوز، وبيطلع لي كده ايه خط ايه بارل. تمام حلو. تاني حاجه بالصلصه عندي اللي هو الثيرابيوتيكال ريسبونس، وده اوحش واسوء وحشه اللي هي اسمها كلينيكال ريسبونس. دي اسوء واحده عندي، اوحش واحده عندي بالصلصه، وما بلجالهاش غير في اصعب الحاجات خلاص اللي هي الكلينيكال ريسبونس دوت. ليه؟ لان انا بضطر اعمل يعني اجربها على فولنتير، شخص حي شخص طبيعي خلاص، واقوم جايه بشوف الحاله بتاعتي سوري على شخص مريض، يعني الشخص دوت اقوم جربها عليه حقيقيا، وده بشوف الحاله بتاعتي اتحسنت ولا لا. وطبعا بتقاس بمدى الايه التوكسيستي، يعني بالصلصه لو انا الدواء بتاعي توكسيك يبقى معنى كده هو وصل الدم بطريقه عاليه جدا، يبقى حصل له ابزوربشن عالي جدا، يبقى الباي افابيلتي بتاعتي عاليه جدا. يبقى دي الميثودز بتاعت انا عايز اشوف دلوقتي الباي افابيلتي، ماليش دعوه بقى بالمريض والحوارات دي كلها بالصلصه سلام. يبقى معنى كده دي ثيرابيوتيكال ودي اسوء الحلول اللي انا ممكن ايه اوصل لها عندي. تمام طيب اخر طريقه عندي بالصلصه بالنسبه للان دايركت اللي هي الان فيترو ستادي. فاكر السمستر اللي فات كنا بنجيب التابلت ونعمل ميميك حاجه كده زي سيميوليشنز للاستومك بتاعتي، بنجيب البيكر واحط بقى البي اتش بتاعت الاسيديك ميديا بتاعت الاستومك، واحط بقى بالصم كل البافرز والحوارات دي وخليها تقعد تلف زي الاستومك عشان كانها الاستومك تعمل لها كونتراكشن وكل الكلام ده كله. فده الفيترو، ودي احسن طريقه واكتر اكيوت ودي الطف طريقه بحب اعملها، لان دي بالصم تبقى عباره عن ايه، دي احدث طريقه ودي بقيس فيها الباي افيلابيلتي بتاعتي بره الجسم خلاص، من بقى مش محتاج فلونتي مش محتاج اي بتنجان، بقعد احاكي الظروف بتاعتي واشوف الدايركت اسوسيشنز عندي وبالصم اقوم ايه شايفاها عندي، ومن ما اعرفها هي بالفيترو اقدر استنتج الحاجات اللي بتبقى عندي في الفيفو. اوكي دول كده الخمس طرق بسريعا جدا 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 ببساطه انا بسال. يبقى هيبدا بقى كل يقول لك على كل واحده اللي هي البلاد اناليسيس، دي اللي علاقه بالبلازما، دي احنا عرفناها من اول سمستر خاص، هي يشوف لك اي في ويشوف لك الاورال ويشوف لك الايه الاكسكريشن والحوارات دي كلها والجراف بتاعها. دي اليونري تراك يونري اكسكريشنز، ويحط لك بالصلصه من ريت اوف اكسكريشنز على التايم، ويشوف لك الكونسنتريشن عشان يشوف لك البايو افيلابيلتي اللي كانت عندي هنا في الايه في الماكسيم. طيب بعد كده الاكيوت فارماكولوجيكال ريسبونس، دي اتفقنا ليها علاقه بالاي بي ريسبونس، بحط بالصلصه الدواء الدوز بتاعتي هي اجنست الريسبونس بتاعت الايه تشيو بتاعي. بعد كده الثيرابيوتيكال دي بالصلصه ليها علاقه بالتوكسيستي، ودي كلينيكال ستادي على شخص بيعالج من المرض بيعاني فعلا من المرض، واشوف مثلا الافكت بتاعي عباره عن ايه بالظبط. انا بقى هيبدا بقى يقول لك ايه الحاجات المهمه عندي، مثلا دي الماكسيمم كونسنتريشن، ده الماكسيمم تايم اند سو اون. وطبعا ده بس الجراف احنا عارفينه، ده الام اي سي اللي هو عباره عن اقل تركيز يديك افكت، ده الاونست اوف اكشنز اللي هيبدا عندك الاكشنز، وده بس اللي هو كان بتاع التوكسيستي وهكذا خلاص. ده بقى تبدا عايز تحسب لي الاي يو سي عشان تعرف لي الاكستنت بتاعي هو عباره عن ايه، زي اللي احنا عارفينه الترافيزويد والكلام ده كله بالظبط. انا بقى هيبدا صوت السلام وتقدر تحسب لي منها الاماونت. يبقى ده بيلخص لك كده البايو افيلابيلتي وهي عباره عن ايه بالظبط. ده بيقول لك البايو ايكويفالنت، دخلنا على البايو ايكويفالنت، اتفقنا دي بيقارن لك حاجه بحاجه ليها علاقه بالريت والاكستنشنز اوف ابزوربشن، دي علاقه بالريت او ما تشوف ريت اكستنشنز يبقى دي بايو ايكويفالنت عشان اشوف هم عندهم نفس ايكويفالنت للحاجه لبعض ولا لا. تمام ولازم يكون عندي ريفرنس او ممكن يكون غلط. ومن هنا كده اقدر اقول لك اللي انت يعتبر قدرت تمشي بسيكونس معين تقدر تفهم فيه المحاضره، لان السلايد ملخبطه شويه، لو انت قراتها من السلايد مش هتقدر تجمع المعلومات بالطريقه اللي انا اخيرا اللي انا قلت لك ديت عليها، وان شاء الله باذن الله اكون فدتكم. فبالصلاه والسلام هنيجي بقى نشوف الحاجات المكتوبه عندي في السلايد.
سلايد بحيث لو احنا نسينا حاجه. اتفقنا؟ عندي الدارك برودكت اللي هو من البدايه خالص، ممكن بالصصم يكون بقى خلاص عرفنا اللي هي مالتي سورس دي بعد ما طلع والليتنت البوتنس بتاعتي خلصت والصلاحيه بتاعتي خلصت، او ايه السنجل دوز بتاعتي خلاص، او السنجل سورس بالصصم دي اللي هي واحد بس اللي بيقدر ايه يصنعه لك، اما دي اكتر من فارماسيوتيكال او اكتر بالصصم من شركه بتقدر تصنعه لك، ولازم طبعا يكون عندها نفس الاكتيف انجريدينت والسيم دوزج فورم اند سو اون. عندي بقى الفورميليشنز، وطبعا الفورميليشن بتاثر عندك على الاستابيليتي والكلام ده كله. جينيريك ده بالصصم استفنا الجينيريك دي ده اللي هو الحاجه الايه اللي لاحمد ومحمد خلاص، محمد ده الاساسي ده الدراج برودكت، اما ده بالصصم الجينيريك ده اللي هو ايه محمد خلاص. ده ماست ديمونستريتد جينيريك دراج برودكت از بايو ايكويفالنت. بايو ايكويفالنت يعني ايه؟ يعني بالصصم ليها نفس البايو افيلابيلتي بتاعتي والاستابيليتيكال ايكويفالنت، عرفناها بالصصم نبع ليف دوسام تو ذا براند نيم او الدراج برودكت او الايه الريفرنس. تمام، دي مهمه جدا جدا جدا. بعد كده بقول لك بالصصم استابيليتيكال ايكويفالنت ده ليه علاقه بالايه الاورنج اللي احنا عرفناه الاورنج بوكس دوت، بيبقى يشوف لك اللي بيقارن لك الادويه ويحط لك المالتي دوز والكلام ده كله بالصصم نفسها. وعرفنا الام بي بي دي ليها علاقه بايه؟ ليها علاقه باللايف سيفنج ميديسن خلاص، اللي بتحطها عندك تبع الدول اللي بيكون عندها انكم بتاعها ضعيف، والاي لايف ثريتنج دراج زي الكوفيد والحوارات دي، وكاتب لك اكزامبل عندي بالصصه هيبدا صوتها سام. ايه هي البايو افيلابيلتي؟ هي عباره عن ايه؟ هي دي عباره عن حاجه الاتاحه بتاعت الدواء، ودي عرفنا مين اللي عملها لك اللي هو ارسل دوت، وشاف لك البايو افيلابيلتي ويوضح لك الاماونت بتاعت الدراج اللي حصل لها ابزوربشن للسيستماتيك. طبعا الريت بتاعي بالصصه بتاثر بالاي بتي هاف او التي ماكسيمم بتاعتي بمعنى اصح. تمام، بعد كده يقول لك بقى بالصصام البايو افيلابيلتي دي مهمه في ايه؟ مهمه في الجينريشنز، مهمه بالصصام في الفارماس دور بتاعه. طبعا بالصصام لما يكون عندي دواء الاثنين مثيل، مش معنى كده بالصصام اللي هو الحاجه الاغلى يبقى معناها كده بالصصام البرايس بتاع الاغلى يبقى هي الايه الاحسن، لا ابدا، مش دي مش عوده الخواجه بتاعتنا، لا بالصصام هي كلهم هم همهم بكل حاجه خلاص. عندي شويه ديفينيشن مهمه. البايو افيلابيلتي عرفناها خلاص، دي عباره عن الريت اند اكستنت تو ويتش ذا اكتيف انجريدينت وصلت للايه للدراج ابزوربشن خلاص، يبقى حصل لها افيلابل في السايت خلاص. بالصصام في بعض البروتاك برودكت نوت ابزوربت انتو ذا بلاد ستريم، يبقى ساعتها البايو افيلابيلتي مش قادر اعملها اسا بلاد ستريم، فساعتها البايو افيلابيلتي هيحصل لها ايه نعمل لها ريفليكشنز للريت اند اكستنت بطريقه ثانيه بمعنى اصح بالصصام تو بيكام اي ات سايت اوف اي اكشنز. تمام، طيب الدراج برودكت او الدراج سبستنس دي اللي هي الاي بي اي بتاعتي اللي هي الاكتيف فارماسيوتيكال انجريدينت بتاعتي، دي لها علاقه بقى بالصصام بالايه بالبرودكت بتاعتي. الدراج برودكت الدوزج فورم بتاعتي اللي كانت في البدايه خالص خلاص، بات نوت نيسيسري از اي ويز ان اكتيف انجريدينت، يعني بالصصام مش لازم يكون معاه اكسبيرينس بمعنى صح. الدراج برودكت ده اللي هو المنتج بتاع محمد مش شرط يكون حتى اكسبيرينس، عندك مثلا زي الباريوم ده بيبقى بيور جدا، واصلا ده بيبقى حاجه غير جدا ان يكون دراج بيور كده من غير اي ايه اكسبيرينس عندي بالصصه النبي عليه الصلاه والسلام. الباريوم ده بيبقى اونلي اكتيف انجريدينت. المهم عندك البراند نيم، البراند نيم خلي بالك ده في فرق بين براند نيم وبراند برودكت خلاص. البراند نيم ده اللي هي الشركه اللي بتحطه، كلينيكال نيم ده الاسم العلمي بتاع الايوباك، الجينيريك نيم ده بالصصام ده بيبقى مش ملك لحد خالص، اي حد يقدر يعمل جينيريك نيم زي الاسيت اللي هو الاسم الكومن بمعنى صح، اسم الشهره بمعنى صح اللي هو الاسيتو ايه فينول. تمام، بعد كده عندك الافريفيتد نيو دراج ده اللي هو الايه الشركه بقى اللي هي ايه خدته بمعنى صح، اللي هو المخشوش ده بتاع احمد بالصصام او اللي هو الايه الجينيريك بتاعي، مش محتاج بالصصام يعمل لك بقى كل الكلينيكال ستادي وهكذا. اما الريفرنس ده مهم جدا جدا، ده نيو دراج ابلكيشنز ده بالصصام اللي هو الاند اللي وافقت عليه الاف دي اي في البدايه، وده بتاع محمد خلاص. بعد كده دراج برودكت سيلكشنز اللي انا بقعد اسلكت على حسب الحاله بتاعتي والدوزج فورم وهكذا. بعد كده عندي الفارماسيوتيكال ايكويفالنت، اتفقنا بالصصام الفارماسيوتيكال ايكويفالنت يعني ايكويفالنت في كل حاجه، اربع حاجات هم الدوز بتاعت الاكتيف انجريدينت نفس السولت نفس الاكتيف انجريدينت بالصصام الدوز الروت اوف ادمنستريشن اند الدوزج اي فورم بالصصام النبي عليه الصلاه والسلام، ممكن بيختلفوا بقى في الشيب الاكسبيرينس كل الحوارات دي كلها الاكسبير ديت والليبل وهكذا. اما الالترناتيف ده مليهم نفس الثيرابيتيكال مويتي نفس الجروب بتاعت المويتي اللي هو الاكتيف انجريدينت، ولكن مثلا مختلفه مثلا في الشكل بتاعتها في السولت او كونسنتريشن اند سو اون، ودي طبعا دي ما ينفعش انا كصيدلي بالصصم اتصرف فيها خالص، ما ينفعش اطلع البديل. عمليه بقى السبستيتيوشنز بتاعت بالصصم اللي انا بدل خلاص اللي انا بدل واطلع من دماغي دي اسمها فارماسيوتيكال سبستيتيوشن، طبعا ده بالصصم مستحيل ان انا اعملها ودي مش مقبوله ابدا ابدا ابدا. قال لك مثلا زي الامبسلين سسبنشنز از ايه ديسبونسبل ان ذا بليس اوف سسبنشن كابسولز، مثلا بالصصم هو مكتوب لي ان انا دوز دي دوزج فورم، يبقى انا كده عملت العمليه بقى اللي انا بدلت، يبقى ده اسمها فارماسيوتيكال سبستيتيوشن ما ينفعش اعملها. يعني مثلا الدكتور كاتب لك الدواء ياخده في البيشنت بتاعي ياخده في هيئه تابلت، يبقى لازم تطلعه له في هيئه تابلت، مش معنى ان انت ما عندكش تابلت تطلعه له في هيئه اي في. تمام، لان هو اللي ادرى بالحاله بتاعته. الثيرابيتيكال ايكويفالنت دي بقى هي نفس الايه الثيرابيتيكال ايه ايكويفالنت، يعني هي نفس الايه بالصصم العلاج بتاعته ونفس الايه الكلينيكال
الاستراتيجي وهكذا. اما الالترناتيف يبقى دي بسام دي مثيله، يبقى الثيرابيوتيكال ايكويفالنت دي مثيله، اما الالترناتيف ليهم بسام لهم نفس الفارماكولوجيكال افكت، كلهم بينيموا ولكن باختلاف الديفرنت كلاسز بتاعتي. الثيرابيوتيكال سبستيتيوشن دي العمليه بقى بتاعت الايه السسبنشنز اللي انا بختلف فيها، خلاص عملت بسام الاختلاف بتاعتي. يبقى البايو ايه بقى كده خلصنا البايو ايه افاليبيتي والديفينيشنز بتاعتها المهمه وهكذا. ايه هي البايو ايكويفالنت؟ بايو ايكويفالنت بيقول لك بسام ده بتوضح لك الفارماسيوتيكال ايكويفالنت، يعني الفارماسيوتيكال ايكويفالنت دي المثيل بتاعي او الفارماسيوتيكال الالتيرناتيف، سواء ده او سواء البديل او المثيل، خلاص ذات ديسبنسبل كومبير تو بقى بين البايو افيلابيلتي وين ستادي اندر ذا سيميلر اكسبيرمنت كونديشن. يعني ايه الكلام ده؟ بص قال لك البايو ايكويفالنت انا هشوف محمد ده الاساسي خلاص، ده الريفرنس بتاعي حلو، احمد ده هيطلع لك مثيل زي محمد، واسامه هيطلع لك البديل زي مين؟ محمد. فبصراحة انا عايز بقى اشوف البايو ايكويفالنت مدى التكافؤ ما بين احمد ومحمد واسامه ومحمد، هو دي بالسام بايو ايكويفالنت ده جاست بس الايه الديفينشنز انت تعرف. عمليه الانترتشينجبل يبقى انا ببدل ايه مثيل بمثيل، لازم مثيل بمثيل بالصوت النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ايه هو اصلا الهدف من دراسه البايو ايكويفالنت؟ لازم كل حاجه تفهم الهدف بتاعها، طبعا بتعرف الدراج الاكتيف انجريدينت والثيرابيوتيكال مويتشر والحوارات دي كلها، وما تطلعش غير ما لازم يتوافق بيها بالاف دي اي، طبعا يكون لازم يكون سيف ولازم يكون بايو ايكويفالنتي بتاعته عاليه، ويشوف بقى الفاكتورز بتاعت الفيزيكو كيميكال بروبس اللي هتغير الفيزيكو كيميكال بروبس بتاعت الدراج والدراج برودكت والفارماكوكاينتكس اند سو اون. بالصوت النبي عليه الصلاه والسلام بقعد اعمل كومبير واشوف السيف والحوارات دي كلها، ودي طبعا حاجه مهمه عندي جدا جدا جدا. بعد كده عندي حاجه اسمها فاونديشنال كونسبت. كونسبت يعني ايه؟ بس استعمل ليها علاقه فاونديشن يعني ايه منظمات، وكونسبت يعني مفاهيم ايه شركات بمعنى صح. بقول لك ذا افيلابيلتي، الافيلابيلتي بتاعت الدراج او الاكتيف ميتابوليزم تو ذا اند برودكت او ذا ريسبتورز، دي بالصصمت بتتاثر بالايه بالريت والاكستنت خلاص. يعني بالصصمت دلوقتي الدراج عشان يوصل الدم ويروح ويوصل للاورجن اللي هو عايز يوصل له بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الريت بتاعت الدراج، مدى سرعه الدراج ان هو يحصل له ابزوربشن، وتعتمد على الاكستنت بتاعتي بالصصمت اللي هو يطلع لي من دوزج ايه فورم بتاعتي والايه والابزوربشن. طيب عندي حاجه اسمها الفيرست باس وعرفناها بالصصه النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ايه هي الفيرست باس بتاعتي؟ اللي هي اللي حصل سيركليشنز الاولانيه، ممكن يحصل لوس في السلايفا مينلي الليفر، ولكن بس ممكن يحصل لي اي لوس في اي حاجه ثانيه. يبقى البايو افيلابيلتي هي بايو ستادي اللي علاقه بالايه كوانتيتي كميه ليها، اللي هي ايه مش البايو افيلابيلتي الكميه اللي وصلت للدم او وصلت للاورجن. ايوه يبقى دي بس بتتاثر بالايه بالريت والاكستند والفيرست باس ايه افكت اللي عندي بس ونعملهم بقى ايه كومبارس. عرفنا ان احنا عندي حاجه اسمها ريليتيف وعندي حاجه اسمها ابسوليوت. الريليتيف دي اند ايه ابسوليوت بايو افيلابيلتي، اتفقنا بس اللي هي الابسوليوت انا بقارنها حاجه باي في، لان اللي هي المينيمم الماكسيمم ابزوربشنز اللي هي 100% حصل لي فيها ايه ابزوربشن. بجيب بصصه من بيقول لك الاي يو سي احنا كلنا عارفينها اللي هي عباره عن الكميه اللي حصل لها ابزوربشن اللي هي الاف في الدوز على الاري الكي في الفي اللي هو الكليرنس بمعنى صح. بصصه انا بقى نفس السين. طب لو انا حطيت اي في هقوم جاي مقارنه تمام، لو بصصه ما حصلكش اي دراج ابزوربشن يبقى هيكون زيرو، ولو حصل لك كومبليتلي ابزوربشن هتبقى واحد. دي كده الابسوليوت. طب الريلاتيف يبقى بصصه بعمل حاجه ريلاتيف لحاجه ثانيه، عايز اقارن مثلا دواء اورال مع دواء توبيكال او دواء تابلت مع دواء كبسول بقسم ده على ده، يبقى بصصام الاريا اللي هو الاكستند بتاعت الاريا على الايه الاريا بتاعت بصصام الايه بتاعت الدرجة التانية. ولازم طبعا ما تنساش الدوز، لو هما نفس الدوز طبعا مش هتفرق معايا في اي حاجه بالصوت النبي عليه افضل الصيام. ده اللي بيوضحه لك وبيقوله لك عندي الريلاتيف والابسوليوت واحنا فهمناهم الحمد لله. طيب طبعا لو عايز اجيب البرسنت هضرب في الايه في المية. طيب ده عندي كده بالصصام بقى دي خلصنا كده بلازما. تاني طريقه عندي بالصصام اللي هي اللي عايز اشتغل افرض انا عايز اعرف سوري الريلاتيف، عايز اعرف الريلاتيف بتاعتي اللي هي اجيب مثلا الريلاتيف تابلت للكابسولز بس من اليورين. اليورين عارفين اللي هي بتعمل لك ايه؟ بتعكس لك الايه بالصصام، بتعكس لك الحاجه اللي موجوده عندي في البلازما خلاص الميرور ايمج بتاعتها. فانا هاخد الكميه اللي حصل لها اكستراكشنز اللي هي الدي يو كوميونيتيف في اليورين بتاعت الدراج ايه على دراج بي واضربها في الميل، وانا عايز اجيب الايه البرسنت بمعنى صح. كل ده ليه؟ عشان عايز اعرف البايو افيلابيلتي بتاعتي بالصوت النبي عليه الصلاه. هي هي بس بدل ما كنت مثلا في البلازما كنت بحط اي يو سي عشان دي بتوضح لك الاكستنت بتاعتي الاماونت اللي حصل لها ابزوربشن، لا هحط لك الكميه بتاعت الدراج اللي حصل لها اكسكريشن في الايورين عندي بالصوت النبي عليه الصلاه. ونفس الفكره بالظبط ممكن تبقى اكبر من واحد او اصغر او كده. طيب ايه بقى بتاعت الفيرست باس واي؟ اتفقنا خلاص الفيرست باس واي دي ليها علاقه بالكليرنس والحوارات دي كلها. الفراكشن بقى بتاعت الدراج اللي حصل لها بالصوت اللي حصل لها لوز خلاص اللي حصل لها لوز هتساوي ايه؟ هتساوي 1 ماينس الكميه اللي حصل لها ابزوربشن. يعني انا دلوقتي عايز اعرف النسبه اللي حصل لها لوز من الدراج بتاعتها اللي هي الفيرست باس واي بتاعتي، يبقى السام عباره عن ايه؟ يبقى 1 ماينس الكميه اللي حصل لها ابزوربشن تمام؟ الريشيو بقى والحوارات دي كلها عباره عن الكليرنس، وبالصصام طبعا الاف دي عباره عن ايه؟
عبارة عن بصص دي الاف ستار دي اللي هي عبارة عن ايه، الكمية اللي حصل لها ابسوربشن، يبقى هجيب المية في المية اللي حصل لهم ابسوربشن في الـ في الـ في البتاع دوت اللهم صل على اقسام سوري الاورال، انا عايزة اللي هو الاي يو سي خلاص الاكستند بتاعتي الاكستند، واضربها في الدوز عشان انا عكستها، هو انعكس ليه اتفقنا خلاص، عشان هو المفروض اصلا ده كان هيقسمه لك على الدوز، فالمقام المقام تحت ويطلع والحوارات دي كلها بصص هي بمعنى صح. دي مسألة موضحة لك كل الكلام دوت بسيط جدا، هو بيقول لك عايز ايه، عايز الابسوليوت ابسوليوت بايو افيربيتش للدراج اللي بتابلت، دي قصه كبيره عمال يحكي لك ما علينا، نبص على طول للايه للتيبل، عايز الابسوليوت يبقى على طول هروح عينيا تروح للاي في، ومين عايزها مين بصصها لمين للتابلت، يبقى اروح عينيا للتابلت. طيب عندك الديو يبقى هقسم ديت على الديو بتاع ديت، ولكن بصصها هقوم جاي ايه، يا اما هضرب ده في ده يعني ده على ده، او بصص انا هقوم جاي زي ما هو عامله كده، زي ما بصص هي مكتوب كده، هقوم جايبه 140 340 ديت في على الاربعه خلاص، وال20 على الاثنين وايه وهكذا. طب عايز الريلاتيف بايو افيلابيلتي للكبسولز تو ذا اورال، عايز الكبسولز للاورال، يبقى بص انا هقسم الكبسولز على الاورال، هي نفس الكونسبت. طب لو انا قلت لك بص انا عايز الريلاتيف كبسولز بس وسكت من غير ما اقول حاجه، طبعا مش ينفع اقول لا، ما ينفعش اقول هقسم على بتاعه الاي في ابدا، لان لو قسمتها على الاي في يبقى كده جبت الابسوليوت. اقوم جايبها بص انا الريلاتيف دي ازاي، قال لي بص انا عن طريق انت تشوفي اكبر رقم، يعني مثلا قال لك بتاعه الكبسولز، الكبسولز هي بص انا يبقى هم اسمها 360 على 4 خلاص، وعلى كان بقى اكبر رقم اللي هو السوليوشنز خلاص، ماليش دعوه بقى خلاص بالاي في، هشوف اكبر واحده فيهم اللي حصل لها باي افيلابيلتي او حصل لها اكستراكشنز، يبقى 380 على الاربعه خلاص. طبعا هما بيصوصوا نفس الدوز، فهي فكنسل، فهقوم جاست على طول اسمها 360 على 380. ايه بقى الميثودز بتاعتي بصصا عشان اعمل فيها السينج او الاسامبشنز او اعرف فيها الباي افيلابيلتي واقدر احددها؟ عندك طريقه دايركت وطريقه ان دايركت. عندي الطريقه بتاعتي اللي بكل الحاجات دي عايز اعملها تعتمد على ايه، السلكشنز ميثودز بتعتمد على حسب الطبيعه بتاعت الاستادي، حسب الاناليتيك الميثودز بتاعت الدراج والطبيعه بتاعت الدراج برودكت بتاعتي. طيب عندنا بس سام خمس طرق، اتفقنا بس حاجات دايركت وحاجات ان دايركت، اول اتنين دول الدايركت اللي بناخدهم على طول، ودول بتبقى اوبجكتيف، اما التلاته الحاجات التانيه التلات حاجات دول بتبقى سبجكتيف خلاص. وده بس سام بيقول لك الفري ثيرابيوتيكال ممكن يبقى اكيوت، والحاجات دي طبعا بيبقى اكيوت واللي هو اوبجكتيف في اليورين والايه وال بصص البلازما وهكذا. هيعمل لك بقى البلازما، يشوف لك احنا عارفين كلنا الكيرف بتاع البلازما بصص زي ما انت شايف كده، بتقدر تعرف لي منها تي ماكسيمم لو عند اعلى كونسنتريشن، وسي ماكسيمم اللي عندي بالصلاه انا عليها في الصلاه والسلام. طبعا لو بصص حصل مثلا رسم لك دواء كده، يبقى ده كده ايه التي ماكسيمم بتاعته اقل اكبر سوري، يبقى خد وقت طويل عقبال ما حصل له ابزوربشن. طب لو هو بصص عملت لك الاماونت بتاعته كده، يبقى معنى كده الفايبريت بتاع ده ايه اكتر خلاص، لان الاكستنت بتاعته ايه اكتر، لان دي بصصم ايه اقل خلاص، الاماونت بتاعتها ايه اقل خلاص، يبقى ده بيوضح لك الديفرنس والكلام ده كله بالصوت نفسه. وطبعا ما تنساش الايه اليونت نفس الكلام والحوارات دي بصصا. طبعا السي ماكسيمم ده بتوضح لك التوكسيك ليفل والافكتيف ليفل، عشان بصصا لو هي زادت عن الثيرابيوتيكال لو هي بصصا قلت كده، يبقى مثلا ده مثلا اللي هي الام اي سي اللي هو المينيمم افكتيف دوز، وده بصصا من ام التوكسيك يوز ده بصصا لو زادت عنه طبعا تبقى توكسيك، لو قلت عنه تبقى ان ايه انسفيشنت وهكذا. الاي يو سي بتعرف لك الاكستنت بتاعت الفاي افيلابيلتي، دي بتوضح لك الاماونت كلها اللي حصل لها ابزوربشن للسيستماتيك، ودي بصصا عرفت ازاي بنقدر نحسبها ماشي، ودي بتبقى عباره عن numerical integration number خلاص، واحنا عارفين الكونسنتريشن اليونت بتاعتها عباره عن كونك في الايه في التايم. ليو سي طبعا اللي علاقه دايركت مع الدوز، كل ما الدوز تزيد كل ما الاريا اوف اندر ذا كيرف هت ايه هتزيد عندي، ونقدر نعمل لها لاينر ايكويشن زي ما انت شايف كده بالظبط، انها بقى عليها بالظبط وسلام خلاص. زي ما انت شايف كده لما بزود الدوز الايه الاريا اندر ذا كيرف بتزيد عندي تمام. طيب بيقول لك ان سام كيس بعض الحالات الاريا اندر ذا كيرف ما بتبقاش دايركت، يعني بس زمان بدل ما هي ماشيه علينا كده مع كل ما زود الدوز الاريا الاماونت بتزيد، لا بس ساعات ما بتحصلش دايركت. طب ليه؟ قال لي بسبب بس في شويه ادويه بتبقى بتمسك بتحصل لها ترانسبورت او بيحصل لها ابزوربشن بالاكتف ترانسبورت خلاص. طيب لما بيحصل لها ابزوربشن في الاكتف ترانسبورت، لو انا زودت الدوز زياده عن ليميت، يعني بس كان مثلا عندي 10 اكتف ترانسبورت كانت بتنقل لي، فال10 دول يا دوبك ينقلوا لي 10 اكتف 10 مليكيول من الاكتيف انجريدينت بتاعتي. طب انا عمال ازود بقى عندي 100 مليكيول قصاد 10 بس كارير، كاني بالظبط عندي عارفين الموقف بتاع العربيات بتاع الاتوبيسات وانتوا رايحين الكليه بيبقى زحمه جدا 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 على شويه اتوبيسات صغيره، فبالظبط انت بتفضل واقف كتير جدا ما بتحصلكش ابزوربشن، فعشان كده بتبقى تمشي نون ايه لاينر. دي اول حاجه نتيجه ايه ساتوريشن بتاعت الاكتيف انجريدينت، او بعض الادويه مثلا بيحصل لها اليمينيشن ايه بسرعه وهكذا خلاص. يبقى بالظبط دي احنا ايه عرفناها، يبقى نتيجه الساتوريشنز اللي عندي او نتيجه الميتابوليزم اللي عندي بالظبط انا بقى عليها افضل الصلاه والسلام.
بعد كده اليونيت داتا. طبعا عشان اقدر استخدم اليونيت داتا لازم يكون عندي valid استيميشنز من الايه المحاضره بتاعت الايه يونيت داتا اليميشنز اللي احنا خدناها في الايه اول سمستر خالص، اللي هي بالسيستم لازم يكون اكتر كميه يحصل لها اكسكيوشنز في اليونيت اكتر من 25%، وكل الكلام ده طبعا لازم يبقى بعد خمسه بعد 7 تي هاف. افضل اقيس اليون اكستراكشنز لحد 7 تي هاف. ممكن اعملها بالكوميونيتيف او ممكن اعملها بالريت. لو عملتها بالكوميونيتيف او الريت بالسيستم تعالى نبدا الاول بالريت. الريت زي ما انت شايف كده هو عمل لك البلازما خلاص عشان دي ميرور ايمج للريت اماونت اي ابزوربشن، وسمي لك دي اي وسمي لك دي بي وسمي لك دي سي، وبالسيستم قارنها لك بالبلازما اللي عندك بدا يطلع لك كانها ايدنتيكال بالظبط. بالصلاه النبي عليه افضل الصلاه والسلام تمام لليونايت. طب بعد كده جه عملها لك بالسيستم للايه للكوميونيتيف اللي عندي الكميه اللي حصل لها اكيومنيشنز. طبعا بالسيستم لما انت بيحصل لك الريت اوف اليمنيشنز تعتمد على الدوز، بتبدا الاول بالصفر وبعد كده تبدا تزيد 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 لحد ما الكميه بتاعت الدوز تبدا تقل من جوه جسمك. بعد كده الكميه اكيد الاكسكريشن هتقل. اما بقى الكوميونيتيف لا هتبدا تزيد تزيد بعد كده تثبت. ليه؟ لان دي كميه الدواء اللي اتراكمت في اليورين في النهايه، فما مش هتقل ابدا، اللي بتعتمد على اماونت خلاص. يبقى دي بتعتمد على التوتال اماونت اللي طلعت عندي يحصل لها اكسكريشن زي ما انت شايف كده بالصلاه. يعني بتبدا من الزيرو ابروكسيميتلي ويحصل لها اكسكريشنز والكلام ده كله بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طيب جميل جميل. ايه بقى تي انفينيتي ديت اللي هي كميه التوتال تايم خلاص اللي حصل له اكسكريشنز او التوتال تايم تو ماكسيمم اكسكريشن، يعني عندها اللي عندها الكميه بتاعت الدراج كلها حصل لها اكسكريتد بمعنى اصح خلاص. وده بس زي ما انت شايف كده اللي هي هنا الحته دي تمام. وده كومبليتلي ايه اكسكريتد اوف ايه اوف دراج. الاي يو سي الاي او سي والاي بي سي دوت بس عباره عن ديفرنت فورميشنز للسيم ايه دوزج اللي عندك. جايب لك بس كذا دواء خلاص، وده بيوضح لك البلازما كونسنتريشن بتاعتي. طب تقدر تقولي مين اللي عندهم نفس مين اللي عندهم بيحصل له ريت احسن ابزوربشن؟ طبعا اي او سي نفس الريت. ليه؟ لان شفت على التي ماكسن بتاعتي بي ده بطيء في الابزوربشن. طب مين اللي عندهم بالصلاه والسلام هتلاقي الاريا اندر ذا كيرف بتاعت الاي ابروكسيميتلي بتساوي بتاعت البي، فدول عندهم نفس الاكستنج يبقى عندهم نفس بالصلاه عندهم نفس الاريا عندهم نفس الاريا اندر ذا كيرف يبقى بالصلاه عندهم نفس الابزوربشن يبقى عندهم نفس البايو اي افيلابيلتي بالصلاه النبي عليه افضل الصلاه والسلام زي ما انت شايف كده. اما التي ماكسن دي علاقه بالاي بالريت وهكذا تمام. طيب جميل. ده بيوضح لك بقى اللي هي الايفكتيف والحوارات دي كلها. طبعا سي دوت لو هو مش واصل هو زي ما انت شايف كده يبقى ده نون ايفكتيف ما بيديش اي ايفكت. طب لو انا عايز بقى اعكس الكلام دوت على اليورين تراك اليورينري خلاص اليورين اكستراكشنز ولكن بالطريقه بتاعت اللي هي الكوميونيتيف ديت بالصلصه معاكسها ازاي؟ قال لي والله كوميونيتيف انت دلوقتي عندك بالصلصه الاي والسي عندهم نفس الاي عندهم نفس الاي الريت يبقى عندهم نفس الوقت يبقى هتلاقيهم طالعين من نفس الوقت نفس السلوب. طب ولكن بالصلصه الاي والبي عندهم نفس الاكستنت، يعني عندهم نفس الاكستنت يعني الكميه اللي هتحصل لها ابسوربشن هي هي يعني نفس الباي افيلابيلتي، يعني بس الكميه اكيد اللي حصل لها ابسوربشن يبقى نفس هتساوي نفس الكميه اللي حصل لها اكسكريشنز، يبقى يوصلوا لنفس الايه البوينت بتاعت بالصلصه اللي حصل الايه الدي يو انفينيتي اللي عندك خلاص. يبقى تاني الحته دي نفس الكميه اللي طلعت عندي. ليه؟ لان هم نفس الاماونت اللي حصل لهم ابسوربشن يبقى اكيد نفس الكميه اللي هتطلع عندي. اما السلوب بتاع سي ابروكسيميتلي اكبر ايه بيساوي السلوب بتاع اي بي، وده بيوضح لك الكومبارزي ما بينهم ونقدر ان ايه تقول لهم عشان بالصلصه وقت الفيديو ما يطولش. وده طبعا اول حاجه عندي الايه ديت هو الريفرنس تملي والبي ده بس بيبقى ببدا اقارن ما بينهم وهكذا. بما انهم وصلوا لنفس البوينت يبقى ده بس عندهم نفس الاكستنج يبقى عندهم نفس الايه نفس الاماونت اللي حصل لها ابزوربشن، ولكن طبعا ده السلوب بتاعه اكتر الميل بتاعه اكتر بتعرف السلوب اكبر ولا اقل ازاي عن طريق الانجل. شوف ده الانجل بتاعته كده، اما ده بس الانجل بتاعته كده، فالانجل كل ما تزيد كل ما بالصلصه يكون عندي ابزوربشن اكتر. بعد كده نخش بقى على الطرق الان دايركت عند الاكيوت فارماكولوجيكال افكت. دي خلاص احنا عرفناها اللي احنا بنشوف بالصلصه ايه، دي بنشوف لو الطريقتين اللي فاتوا دول مش نافعين معايا خالص فانا بشوف الايه بالصلصه لازم يكون بعد 3 تي هاف، وبشوف بالصلصه من ايه الفارماكولوجيكال افكت اقعد ازود والحوارات دي كلها. وعرفنا الاكزامبل بتاعي بالصلصه انا بستخدم مثلا برونكو دايليتورز والتوبيكال والحوارات دي كلها بالصلصه من بلاد بريشر وهكذا. الكلينيكال ريسبونس دي اوحش طريقه وما ينفعش الجا لها غير في اضعف الايمانات خالص، ما فيش اي حاجه تنفع معايا مثلا بالصلصه حاجه بتبقى ادور التوكسيستي طبعا ما يكون عندي هاي توكسيستي بمعنى كده مثلا هو عنده الدراج حصل له ابزوربشن عالي جدا يبقى عندي هاي بايو افيلابيلتي بالصلاه النبي عليه افضل الصلاه والسلام وعندي هاي بايو توليرانس اند سو اون. اخر طريقه عندي بقى اللي هي بتاعت الفيتو ستادي، دي بالصلاه بيوضح لك الايه بيوضح لك الحاجه بره الجسم، يعني اشوف بقى الديسوسيشنز واشوفها بالصلاه بنسميها اي في اي في سي، يعني بالصلاه بشوفها ان فيترو ان فيفو خلاص بالصلاه نفس كاني ايه
كاني بقى اشوف الطريقه بتاعتي بره السيشن، بعمل سيموليشن بالظبط لجسمي من بره من جوه، يعني بحاكي بالظبط، بعيش نفس الظروف بتاع جسمي ولكن بره الايه، بره الجسم، واشوف تيست والحوارات دي كلها. اخر حاجه عندي بصاصه، لما كانوا بقى مش عارفينه ايام زمان خالص كانوا بيعملوها ازاي بقى قبل ما الطرق دي تطلع وكذا، كان بيعمل حاجه اسمها سوبر امبوزيشنز برنسبل. يعني ايه بالصلاه والسلام؟ يعني يجيب فولنتير نفس الفولنتير ويحقنه دراج ايه، وبعد ما يحقنه يقعد يقيس لك الديفرنت انترفال اوف تايم، يقيس لك الكونسنتريشن، هيطلع لك كيرف كده. بعد كده بالصلاه يقوم جاي حقن لك دواء بي نفس الفولنتير، نفس كل حاجه، نفس الكونديشن وكل حاجه، يجيب لك دراج بي ويبدا بالصلاه ايه يحقنه لك، فيطلع لك الكيرف كده. فلما يكون الاثنين سوبر امبوزد على بعض، يعني كانهم راكبين على بعض، يبقى هم عندهم نفس الايه البايو افيلابيلتي اللي عندي بالصلاه. ده اللي بيوضحه لك اللي عندي. خلاص بعرف الافريج لازم يكون ليها رينج معين، تقريبا اكتر من تقريبا من 85 ل 125 حاجه زي كده بالصلصال، يعني 25% زياده او اقل. طبعا لو بالصلصال لقيت الكيرف بتاعي طالع كده، يبقى طبعا الدراج دوت مش بايو افيلابيلتي الايه ليه دوت مش نفس البايو افيلابيلتي بتاعتي ايه معايا. اوكي وكده اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا لا يسمع بعدها ابدا. محاضره النهارده خلصت، يعني ان شاء الله باذن الله ارجو من ربنا، ارجو من ربنا حقيقي اللي هي تكون كانت بسيطه جدا وسهله جدا، وقدرتوا تكونوا فاهمينها كويس ان شاء الله باذن الرحمن، واكون ساعدتكم في فهمها ونكون ذاكرناها مع بعض باذن الرحمن. طبعا ما فهمش اي بوينت يكتب لي تحت في الكومنت، ما عنديش اي مشكله ابدا ابدا ابدا، عيد مره واثنين وعشرة و20 لحد نفهمها باذن الرحمن كويس باذن الله. طبعا ما تنسوش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ما تنسوناش من صالح دعواتكم فنحن في اشد الحاجه للدعاء. ما تنسوش تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا عارفين طريقة الدايركت، معلش عشان ما نكونش نسيتها، الطريقة الدايركت في اللي انا عامل لها استيميشن طبعا احسن من الطريقة الاندايركت. خلاص كده احنا خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.